صباح الخير. أخبار فتاة قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية. المصرية، أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. عظم شهيدك، كل دم يسيل على أرض مصرية عظيم الجاه، قول كل حرف في اسمه وتهجاه. النهاردة مصر بتحتفي وتحتفي وتحيي ذكرى يوم الشهيد، ذكرى التضحية، ذكرى التحدي، ذكرى الدم الطاهر اللي سال على الأرض عشان يحرر البلد ويطهرها من الأعداء والمحتلين، ذكرى 9 مارس، ذكرى غالية جدا في ذاكرة كل المصريين. اليوم اللي استشهد فيه الفريق البطل عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أثناء وجوده على الجبهة بين أولاده من أبطال حرب الاستنزاف عشان يوصل رسالة واضحة للعدو إن قيادات القوات المسلحة بين أبنائهم في الصفوف الأمامية على الجبهة. يوم الشهيد، يوم الفخر لكل المصريين، يوم كل أسرة مصرية، يوم التضحية، يوم بنحكي فيه عن قصص الوفاء والتضحية اللي بتعتبر مصدر إلهام لكل جيل بيتولد وبيظهر. قصة دفاع عن تراب الأرض، قصة دفاع عن شعب علشان يعيش في أمان واطمئنان واستقرار. يوم الشهيد، يوم الفخر لكل مصري، يوم الفخر بشهداء جيشه وقواته المسلحة اللي بفضلهم مصر طهرت واستردت أرضها بالحرب والسلاح والقتال في ميدان المعارك، وبالسلام والتحكيم وأيضا بالقضاء. شهر مارس الحقيقة هو شهر العزة والكرامة والتضحيات، شهر بنبدأه دايما بذكرى يوم الشهيد ومكمل معانا بذكرى استرداد وتحرير أرض طابة، ذكرى بنحتفل فيها بانسحاب آخر جندي إسرائيلي من آخر نقطة في سيناء بعد الانتصار الكبير اللي حققه الجيش المصري في أكتوبر 73. كمان كان في انتصار دبلوماسي حققناه في معركة التحكيم الدولي. النهاردة جزء من حلقتنا هتكون من طابة عشان نسمع حكاية الأرض اللي استردت بتضحيات شهداء وبكفاح الشرفاء اللي رجعوها بالسلم وبالتحكيم. حكاية عنوانها طابة من التحرير للتنمية والتعمير. جزء الحلقة الأكبر النهاردة هيكون مع محمد الشاذلي من أرض طابة واللي موجود هناك دلوقتي. خلينا نصبح عليه ونعرف كل التفاصيل. صباح الخير عليك يا محمد. يا صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. اهلا بحضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وشعب مصر كله طيب وبخير بمناسبه الاحتفال بيوم الشهيد. كل سنه وكل اهالي الشهداء طيبين لان هم ضحوا بارواح ابنائهم. كل التحيه لارواح الشهداء اللي ضحوا بانفسهم من اجل رفعه هذا الوطن. طبعا ما فيش شك واحنا بنحتفل بيوم الشهيد وفي هذه الايام بنحتفل بذكرى غاليه على قلوب كل المصريين، ذكرى استرداد طابة. يمكن قصة طابة الأجيال الجديدة يمكن ما تعرفش عنها التفاصيل المهمة اللي كانت في هذه المعركة، أكبر معركة دبلوماسية حصلت في التاريخ الحديث. طبعا معركة طويلة جدا وخدت مجهود كبير جدا من الفريق المصري، لكن كانت نتيجتها ان احنا نحصل على حكم، والأهم ان احنا ننفذ هذا الحكم. بعد حرب أكتوبر 73 مباشرة كان من المقرر ان القوات الإسرائيلية تمشي من سيناء كلها، من شبه جزيرة سيناء كلها. فاللي حصل طبعا والمعتاد عنهم سياسة المماطلة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 79 كان من المقرر ان هم يمشوا في 81، لكن أجلوا ووصلنا لسنة 82 وتحديدا 25 إبريل سنة 82 بتمشي كل القوات الإسرائيلية الموجودة ما عدا بعض النقاط برضو نتيجة المماطلة. من أهم هذه النقاط هي النقطة 91 الحدودية اللي هي
طابة، واخترعوا عليها بقى مجموعة من النقاط الأخرى، وصلوا ل 14 نقطة عليها خلاف. النقاط دي مصر قررت في سنة 85 أنها تشكل فريق للذهاب للمحكمة الدولية برئاسة السيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، ومعه مجموعة كبيرة جدا من المختصين والدبلوماسيين والقانونيين والمتخصصين في المساحة والخرائط، بالإضافة أيضا إلى الاستعانة بشهود العيان والذهاب إلى المحكمة الدولية من أجل استصدار حكم بأحقية مصر في هذه النقاط. وبالفعل يصدر الحكم في سبتمبر من عام 88، لكن بعد المماطلة، وفي النهاية كانت مصر قوية في هذا التوقيت وكلمتها كانت قوية جدا، فنتيجة ده بالفعل خرجت إسرائيل ونفذت هذا الحكم في 15 مارس من عام 89، ورفع العلم المصري على أرض طابة في 19 مارس من عام 89. طبعا معركة دبلوماسية كبيرة جدا قادها الفريق المصري في هذا التوقيت، وقام بجمع عدد كبير من الخرائط والمواثيق والأدلة والاستعانة بشهود العيان وبواقي الأعمدة اللي كانت موجودة وعليها الأرقام في الحدود في هذا المكان. هذه المنطقة لفترة من الفترات بعد العدوان الثلاثي على مصر كانت تحت الوصاية الدولية، أو تحت يعني كان في قوات دولية لحفظ السلام في هذه المنطقة. مصر برضو دورت على هذه القوات، كان طبعا قوات دنماركية ويوغوسلافية. دنمارك رفض التعاون مع مصر في هذا الأمر، لكن يوغوسلافيا وتحديدا كان في 3 ضباط هم اللي تعاونوا مع مصر في هذا الأمر، وبالفعل أثبتوا بأن هذه المنطقة هضبة طابة أرض مصرية خالصة. مجهود كبير جدا يشكر عليه كل الفريق الدبلوماسي المصري، وبيؤكد حاجة واحدة فقط، إن مصر ما بتسيبش حقها، إن مصر ما بتفرطش في أرضها مهما كانت الظروف ومهما كان الوقت. إحنا هنكون مع حضراتكم على مدار 3 ساعات في حلقة مهمة جدا من صباح الخير يا مصر، هنحتفل مع حضراتكم بيوم الشهيد، بالإضافة إلى فقرات متنوعة من طابة منذ استردادها وحتى الآن، إيه أعمال التنمية اللي تمت في هذه المنطقة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونقول لها صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى، وصباح الخير على شاذلي من طابة الحبيبة. صباح الخير. بنصبح على حضراتكم، وفي البداية أحب أقول لكم عظم شهيدك. علموا أولادكم أن هناك أرواح عشقت الموت كي تهب أوطانها للحياة، ضحت بأغلى ما تملك كي تظل شمس الوطن مشرقة. علموهم قيمة التضحية كي يستطيعوا حمل الأمانة والرسالة، وتحيا مصر. خلوني في البداية أستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء. في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. في كمان فرص سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 32، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. خلينا نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت بالأمس. الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة يوم الشهيد، والحكومة أكدت أنه لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية. أيضا القوات المسلحة نظمت عروضا للموسيقات العسكرية بميدان عبد المنعم رياض. كمان شهدنا بالأمس ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك رعد واحد. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد. واستمع الرئيس لخطبة الجمعة اللي ألقاها الدكتور سيد عبد الباري، وتناولت منزلة الشهيد في الإسلام والشهداء ومسيرة الأمة الطويلة ومصر في تقديم البطولات والتضحيات وجزاء من نال الشهادة وأعظمها من درجة التضحيات التي يقدمها الشهداء. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية أو طلب أي تحويلات مالية من المواطنين من حساباتهم الشخصية، وأن الصفحات المتداولة وهمية، وأيضاً الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقاً، وشددت على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري بيحكمها شروط وضوابط طبقاً للقانون.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية وأيضاً منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً يوم السبت الموافق 9 مارس الجاري. وتشارك الموسيقات العسكرية في تقديم عدد من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية بميدان الشهيد عبد المنعم رياض بالقاهرة تزامناً مع الاحتفال بهذه المناسبة. وبيأتي ذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك رعد واحد اللي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات المظلات بجمهورية مصر العربية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، كثفت القوات المسلحة من جهودها بتوفير ما يقرب من 2 مليون حصة غذائية بنصف الثمن تلبية لاحتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية. نروح مع حضراتكم دلوقتي إلى طابة وذكرى تحرير واسترداد طابة والزميل محمد الشاذلي. بنصبح عليك يا محمد مرة تانية، صباح الخير. اهلا بيك يا محمد مره ثانيه واهلا بالساده المشاهدين. هنبدا مع حضراتكم اولى فقراتنا من هنا من طابه وتحديدا من ساحه العلم. طابه بتتبع محافظه جنوب سيناء ومن المعروف ان هذه المحافظه هي محافظه حدوديه، لكن ان ده ما منعش الدوله من ان هي توصل كل الخدمات الاساسيه لهذه المحافظه. دلوقتي احنا هنتكلم مع حضراتكم عن توفير السلع الغذائيه الاساسيه للمواطنين وابناء طابه. السلع متوفره في المخازن وتكفي لفترات قادمة، طبعا بيكون في تكثيف من الاستعدادات بخصوص شهر رمضان، بيكون في منافس، بيكون في معارض، دخول قطاع التكنولوجيا ايضا على التموين هذا القطاع الحيوي المهم وتأثيره كمان على المواطنين. كل هذه التفاصيل هيجاوبنا عنها المهندس ابراهيم الحارون مدير مديرية التموين بجنوب سيناء. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. شكرا يا فندم، وفي البداية اسمح لي كده ارحب بيكم وفريق صباح خير يا مصر على ارض السلام بمحافظة السلام محافظة جنوب سيناء في احتفالاتها بالعيد القومي الخاص بالمحافظة. يا اهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير يا فندم. طيب لو هنبدا مع حضرتك من خطه الوزاره واللي نفذتها المديريه في هذه المحافظه من اجل توفير كل السلع الغذائيه الاساسيه وتوفير كل احتياجات المواطنين باسعار مخفضه. تمام، في البدايه اسمح لي كده في عجاله، يعني في محافظه جنوب سيناء شهدت في العشر سنوات الاخيره في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفره في المجال الانشائي، تعتبر المحافظه الرائده على مستوى مصر والمحافظه الاولى في المجال التمويني. الحمد لله فندم كل مدن جنوب سيناء مغطاة بمراكز تكنولوجية مميكنة، انت عارف حضرتك اتجاه الدولة للتحول الرقمي، فبقت كل مدن جنوب سيناء فيها المراكز التكنولوجية التموينية الخاصة بخدمة المواطن من بطاقات التموين. انا عايز افهم دي اكتر، يعني ايه دخول التكنولوجيا للتموين؟ يعني هتفرق في هل هي في استخراج البطاقات فقط ولا في تعامل اخر من خلال في شقين يا فندم؟ بالنسبه للمواطن، المواطن بيتقدم للمركز ده في الاستخراج سواء كان بطاقه اصدار جديد او بطاقه تموينيه بدل تالف او فائد، وده ما بيجي في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا ما بتستغرقش عمليه استخراج البطاقه او اكتر من 15 يوم، وما بتستغرقش وقت بتقدمه بالطلب لانهاء اجراءاته مش اكتر من 5 دقائق في المركز. ده في الجزء اللي بيخص المواطن. المركز بيقدم خدمه ثانيه لتجار التموينين اللي بيقوموا بصرف السلع التموينيه كل شهر للمواطنين مستحق الدعم، سواء كان في عمليات المحاسبه او في عمليات الاصدار، فده برضو بيقوم بيه المركز. عن طبعا حضرتك عارف اتجاه الدوله كله دلوقتي اتجاه محاسبه مميكنه، فبقى خلاص عمليات الصرف وعمليات الاستعاضه بتتم من خلال الميكنه، فما عادش اليه، ما عادش يدويه، بقت كلها اليه. فده الاتجاه اللي بتقوم بيه الدوله دلوقتي، بقت من خلال مركز الوزاره او في رئاسه مجلس الوزراء يقدر يعرف العمليه بتتم في لحظتها. ف
فبقت عملية المراقبة والحوكمة موجودة بنسبة 100%. دي بتقضي على عملية التسريب اللي كان بتحصل في الدعم في الفترات اللي فاتت. بقى دلوقتي الحمد لله رب العالمين موضوع عملية التسريب في الدعم تكاد تكون عملية صفرية في ظل التحول الرقمي وفي ظل المراكز التكنولوجية دي. الجزء الثاني يا فندم، في عهد الدكتور السيد اللواء الدكتور خالد هودة محافظ جنوب سيناء واهتمامه الدائم دايما بالمواطن في جنوب سيناء، في المجال التمويني اللي انا معني بيه اسمح لي كده اعرض على حضرتك ان في العشر سنين اللي فاتوا كان المخابز الاستراتيجيه اللي بتنشئها المحافظه، طبعا حضرتك عارف ان محافظه جنوب سيناء محافظه حديه، محافظه متراميه الاطراف ومساحتها مساحه كبيره، في مساحات كبيره بينها وبين المدن، فالمحافظه بتقدم من خلال الدولة الدور الخدمي للمواطن في عملية إنشاء المخابز. فبقى المحافظة في كل مدينة في مخبز استراتيجي. في الفترة الأخيرة عدد المخابز تحول من 4 مخابز بقى 14 مخبز في موضوع محطات الوقود لخدمة المخابز اللي المخابز البلدية اللي بتبيع العيش المدعم بخمس قروش اللي بتدعمه الدولة. تمام. الجزء الثاني يا فندم محطات الوقود، بدات كان في 2013 2014 عدد محطات الوقود اللي في جنوب سيناء 7، النهارده عدد محطات الوقود 29 محطه. بالنسبه يا فندم اتجاه الدوله للطاقه النظيفه، فبقى في 7 محطات غاز موجودين في شرم الشيخ، واتجاه المحافظ وتوجيهاته ان كل مدن جنوب سيناء تكون فيها محطات غاز في الفتره القادمه. فدي طفرة أيضا حصلت في مجال محطات الوقود. بالنسبة اللي ما كانش فيه مطحن دي خاص بإنتاج الدي البلدي 87.5% الخاص بالمخابز البلدية ودي المستودعات، تم في 2016 افتتاح المخبز اللي بيخدم محافظة جنوب سيناء في مدينة الطور العاصمة، وبقى كل إنتاج الدي بينتج هنا من على أرض جنوب سيناء. ده في الفترة الأخيرة الحمد لله فندم مظلة الدولة اللي بتقدمها في عدد المستفيدين لبطاقات الدعم زادت في الفترات الأخيرة، بقى عدد المستفيدين من بطاقات التموين هنا في جنوب سيناء 33 ألف بطاقة تموينية ب 74,700 فرد مستفيد. تمام. ده في المجال الإنشائي. أنا بس عايز أقول حاجة. اتفضل فندم. إنه الخطة في الإنشاءات وزيادة عدد المنافذ وزيادة عدد المخابز وإنشاء المخابز زي ما حضرتك ذكرت، هي مش بتتعمل كده بشكل عشوائي، لا بيكون في خطه طبقا لاحتياجات السكان لزياده السكان في المدينه، واعتقد ده اللي تم تنفيذه بالفعل هنا يا فندم. جنوب سيناء في الفتره الاخيره اهتمام بيها طبعا اهتمام غير عادي، اعداد السكان هنا في جنوب سيناء تضاعفت، بقى عدد السكان هنا بيقرب من 320 330 الف ما بين فرد جنوبي وما بين وافدين بيعملوا في مجال الخدمي وفي مجال السياحه. فبقى كان في البدايه الرقم 100 الف، النهارده احنا بنتكلم 320 350 الف ناس موجودة على أرض جنوب سيناء، فلازم تكون زيادة في الخدمات. أيضا في زي ما حضرتك كده أشرت في سؤال حضرتك، في توجيهات هنا من السيد اللواء الدكتور خالد هودة دايما بمتابعة دقيقة وتوفير السلع ودعم دايما من الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة جنوب سيناء بحكم أن هي محافظة حدودية. فأصبحنا يا فندم الحمد لله محافظة جنوب سيناء محافظة رقم واحد في توافر السلع الغذائية الخاصة بمجال الدعم. تمام. على مستوى الجمهورية. اسمح لي كده أعرض على حضرتك مثلا في مجال الأرصدة، عندنا الأرصدة من السلع الاستراتيجية بتتجاوز الحمد لله رب العالمين بتتجاوز الست شهور في مجال زي السكر، سلعة السكر أرصدة السلع الاستراتيجية تجاوزت 6 شهور، في سلعة الزيت 4 شهور، في سلعة المكرونة 3.5 شهور، في باقي السلع المتنوعة اللي بتصرف على البطاقة التموينية الخاصة بالمواطنين نتيجة نقاط الخبز تجاوزت 3 شهور. فاسمح لي أقول لحضرتك كده إن السلع الغذائية مدى كفايتها دلوقتي على أرض جنوب سيناء في من 3 شهور ل6 شهور. محافظة جنوب سيناء في كل مدينة فندم فيها تعتبر محافظة مستقلة، بمعنى ان كل مدينه فيها دلوقتي فيها المستودع للسلع التموينيه الخاص بيها بارصدته اللي بتكفي المدينه، فيها المخابز، في مستودع الدقيق سواء كان دقيق بلدي الخاص بالمخابز او دقيق مستودعات. وهنا اسمح لي برضو محافظه جنوب سيناء محافظه النمط الاستهلاكي فيها نمط مختلف عن محافظات مصر، فالدوله هنا عشان طبيعه استخدام ان المواطنين جنوب سيناء من اهالينا هنا ما بيستخدموش الخبز، بعض اللي حامل بطاقه ما بيستخدمش خبز، الدوله وفرت له بياخد المقابل بتاعها 10 كيلو لكل فرد دي مستودعات او دي بلدي، ده الفرد ما استخدمش خبز خلال الشهر. فاذا الدي اللي بنقدمه في شقين، شق خاص بالمخابز البلديه وشق خاص بالدي اللي بيصرفوه المواطنين من خلال البطاقات التموينيه.
النقطة الثانية حضرتك زي ما حضرتك عارف كده قلنا المحافظة محافظة مترامية، فاتجهت الدولة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية ومن خلال المحافظة في إنشاء المنافذ التموينية الخاصة بتوفير السلع الغذائية لغير حامل البطاقات التموينية. تمام. لأن طبعا مش كل الأفراد تحت مظلة الدعم في البطاقة التموينية، فبيبقى في دعم مباشر ودعم غير مباشر. الدعم المباشر ده اللي من خلال البطاقة التموينية، الدعم الغير مباشر اللي بتقدمه الدولة لمواطنيها وهنا المنافذ. وهنا على وجه الخصوص من خلال المنافذ التموينية. ففي محافظة جنوب سيناء فندم كان في 2014-2015 ست منافذ تموينية، النهاردة وإحنا بنتكلم مع حضرتك بقى أصبح 28 منفذ تمويني دلتا ماركت ومجمعات أهرام التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة، بيقدموا كافة السلع الغذائية الخاصة بالمواطنين بنسب تخفيضات دايما من 10-20% عن مثيلتها في السوق. تمام. دي جزئية. الجزئية الثانية، فأنت أنت عملت كده مرحلة ما بين الواخد دعم بأسعار مخفضة تماما والمنافس دي اللي هي باسعار مخفضه بنسبه دعم تصل لكام؟ من 10-20%. من 10-20%. تمام يا فندم. دي نقطه. النقطه الثانيه انتشارها، لان هنا اهالينا بيسكنوا في الوديان وفي المناطق النائيه وكده، فبنخدمهم المنافس دي موجوده في كافه المدن وفي كافه الوديان عشان نقدم ليهم ونوفر ليهم السلع الغذائيه الخاصه بيهم. فده الجزء الثاني من المنافس دي ثابته، منافس ثابته انشائيه ثابته طول السنه، في طول السنه وبتعمل على مدار اليوم من التاسعة صباحا للتاسعة مساء، شغال على مدار اليوم يا فندم، ومنافس منشأة ثابته مش متغيره يعني او مش متحركه، بالاضافه للمنافذ المتحركه. تمام. في الفترات الاخيره اولى المحافظ اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الاهتمام بمواطنينا في جنوب سيناء من خلال القوافل اللي بتيجي، القوافل الخاصه بجهاز الخدمات والقوات المسلحه، برضو بيوفر السلع الغذائيه للمواطنين، بتتنقل القافله بتتنقل للوديان بتوفر السلع باسعار مخفضه ما بتقلش عن 20%. هنا الحمد لله يا فندم كافه الاجهزه التنفيذيه هنا برضو بتقعد ليها منافذ، زي جهاز التعمير، زي مديرية الزراعة، زي المنافذ الخاصة بقوات مسلحة، زي المنافذ الخاصة بكلنا واحد. فعدد المنافذ إجمالا اللي بياخدوا مواطنينا في جنوب سيناء بيتخطى 65 منفذ. عظيم. طيب هل في منافذ اتعملت عشان شهر رمضان ولا اعتقد انتوا كده مش محتاجين بقى؟ لا لا يا فندم، لا ده هنا يعني حسب كلام حضرتك يعني. لا 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 يا فندم، ده مجال، ده المجال الثابت اللي هو على مدار العام. في المجال الموسمي زي معارض اهل رمضان، هنا في توجيهات مشدده دايما لينا من الدكتور خالد فوده، اهتمام دايما بمواطنينا في جنوب سيناء. فالسنه دي تعتبر لاول مره تم انشاء معارض اهلا رمضان في 8 مدن في جنوب سيناء. كل مدن جنوب سيناء اقيم فيها معرض اهلا رمضان. معالي السيد الوزير المحافظ تم افتتاح المعارض بنفسه. دايما في متابعه وتشديد لينا كمديريه التموين بالتواجد والمتابعه والمراقبه للتاكد من تقديم كافه السلع وتوفرها، بالاضافه لموضوع التخفيض يكون تخفيض حقيقي ومتابعته واستمراره. هنا الحمد لله يا فندم احنا بنشتغل في منظومه تحت مدرسه اللي هو خالد فوده، منظومه عمل مشترك بين كافه الاجهزه التنفيذيه. فمعارض اهل رمضان بتقام بتنسيق تام ما بين الغرف التجاريه ومديريه التموين والساده رؤساء المدن. فزي ما قلت لحضرتك المعارض اقيمت 8 معارض في مدن جنوب سيناء، والمعارض ده بقى بتقام على مدار العام معارض موسميه. يعني بعد معرض اهل رمضان ما بينتهي واصدر تعليماته اللي هو خالد فوده محافظ جنوب سيناء لمديريه التموين والغرف التجاريه باستمرار المعرض لنهايه شهر رمضان. بنبدا كمان معارض اهلا بالعيد اللي بتقدم كل ما يلزم المواطنين من مستلزمات العيد، في المعارض برضو زي معارض أهل المدارس. تمام. فدي المعارض الموسمية، فدي مستمرة دايما طبقا للموسم، دي بتقام بعيدا عن المنافذ الثابتة. تمام، ده جميل جدا. أعتقد أنه لضبط السوق يا باشمهندس أهم حاجة هي الرقابة، سواء كانت على المنافذ او حتى على التجار الموجودين اللي هو بيعملوا بشكل خاص. ده حقيقي يا فندم، احنا هنا ده دور العمل الرقابي والعمل مديريه التموين زي ما اشرت كده، الدور الرقابه لضبط الاسواق والاسعار. احنا مجالنا بنشتغل على محورين، المحور الاول الخاص بالعمل التمويني هو توفير السلع، وده ذكرته لحضرتك في البدايه والحمد لله ارصده امنه ومدى كفايه تجاوز الاربع لست شهور. تمام. الجزء الثاني اللي حضرتك اشرت فيه دلوقتي هو جزء ضبط الاسعار وتوافر السلع والاعلان على الاسعار وجوده ما يقدم للمواطن.
وده بتقوم بيه مديرية التموين على أكمل وجه من خلال حملاتها الرقابية ورجال الرقابة سواء رقابة تموينية أو تجارية على مدار اليوم، في حملات مشتركة ما بين كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية من مباحث تموين، من جهاز حماية مستهلك، من سلامة غذاء، من طب بيطري، من صحة. هنا بنشتغل عمل منظومة الحمد لله، توجيهات اللي هو خالد فودة دايما الأجهزة هنا بتشتغل في عمل مؤسسي والأجهزة الرقابية من خلال منظومة مشتركة، في تنسيق تام بيننا، في تواجد دايما في الشارع على مدار اليوم سواء كان حملات صباحية أو حملات مسائية للتأكد من جودة ما يقدم للمواطن من جنوب سيناء. الحمد لله فندم، يعني الحمد لله السلع متوفرة، ما عندناش مشكلة على الإطلاق في نقص سلعة. في الفترة الأخيرة كده كان حصل دعم ومساندة من اللواء الدكتور خالد فودة على توفير سلعة السكر، وده تم بالتنسيق ودعم مع السيد الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تم توفير 360 طن سكر إضافي تم ضخهم لمحافظة جنوب سيناء استعدادا للشهر الكريم. ده إضافة للكميات المخصصة للمحافظة، فده الحمد لله مش مخلي عندنا أي أزمة خالص. الحمد لله فندم كافة السلع متوفرة في السوق سواء كان في القطاع الخاص، وإحنا دورنا بس مش دورنا على المنافذ الحكومية، حتى مجال المنافذ الخاصة والمحل العامة والكلام ده بنوفر ليهم وبنسهل ليهم عملية عبور السلع، لأن حضرتك عارف أن محافظة جنوب سيناء محافظة حدودية ما فيهاش مصانع خاصة بإنتاج السلع، كل سلعنا بتيجي جلب من الدلتا ومن الوادي، فالتموين دايما عامل منصف بالتنسيق بالتنسيق مع كافة الأجهزة لعملية توفر السلع. فالحمد لله يا فندم لو حضرتك كده في مرور مفاجئ على أي منشأة خاصة مش هتلاقي فيه سلعة ناقصة، مش هتلاقي فيه سلعة سعرها مختلف عن القاهرة مثلا، بل سعرها يكاد يكون أقل مع تكلفة كوست النقل. فهنا في دعم دايما ومراقبه ومتابعه مستمره على توافر السلع وجودتها وجوده ما يقدم للمواطن. مهندس ابراهيم الحروم مدير مديريه التموين بجنوب سيناء، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك فندم. لسه فقراتنا مشاهدينا مستمره من طابه، لكن دلوقتي هنرجع مره ثانيه للاستوديو. اتفضلي من. شكرا لك محمد، وشكر موصول لضيفك الاستاذ ابراهيم الحرون مدير مديريه التموين بجنوب سيناء. خلينا بقى نتكلم عن واحد من التواريخ المهمه جدا، ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد 9 مارس، ذكرى لروح الشهيد الطاهره، وبتعتبر فرصه عظيمه ان احنا نتعرف على عقيده وشجاعه الجندي المصري. ضحى بروحه ودمه فنزل منزلة الشهداء فداء لكرامة الوطن الذي نعيش فيه ويعيش فينا. ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد تأتي تقديرا لروح الشهيد الطاهرة وفرصة لمشاركة ذويهم ذكراها العطرة بكل فخر واعتزاز. لتتجلى في ذلك اليوم العقيدة العسكرية للقوات المسلحة التي لم تتأثر ولم تتغير، بل تزداد قوة وصلابة مهما تغيرت وتطورت أشكال الحرب. عقيدة تأتي إيماناً من الجندي المصري الراسخ بالحفاظ على أرضه باعتبارها قضية مرتبطة بشرفه. لتحيي مصر في 9 من شهر مارس من كل عام يوم الشهيد، اعترافاً بجميل وفضل شهدائها الأبرار. ففي هذا اليوم من عام 1969 استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك، حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وليكون بين أبناء قواته في فترة جديدة تتسم بطابع قتالي عنيف ومستمر لاستنزاف العدو. وأثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية أصيب الفريق رياض أو الجنرال الذهبي كما كان يلقب بإصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران، وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية ليخرج الشعب بجميع طوائفه في وداع نصر مصر، مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق. دماء الشهيد عبد المنعم رياض وغيره من شهداء مصر سقط ولا زالت تسقي تراب الوطن لترويه من فيضها،
فبنت الرفعة والمجد وحققة الأمن والأمان ليسجل التاريخ بإخلاصهم على صفحاته المقولة الخالدة: مصر مقبرة الغزاة. فجسد درع وسيف الوطن في أبهى صوره، لتبقى الشهادة أسمى درجات الفداء من أجل مصر التي ستظل بمكانها ومكانتها نقطة الالتقاء لكل روافد الحضارة الإنسانية، ومصدراً لصوت الحكمة والعقل، ونموذجاً فريداً للوسطية والاعتدال، تخاطب ضمير الإنسان وتقهر الجهل والتشدد والإرهاب. سلام! سلام! ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض لا تنسى ابدا، رئيس حرب القوات المسلحه الاسبق في حرب الاستنزاف، يوم ليه رمزيه مهمه جدا في تاريخ العسكريه المصريه، بيدي اكتر من رساله، فكره ان القائد بيمر على الجنود، بيتقدم الصفوف في الجبهه، وكان وقتها الجنرال الذهبي الفريق رئيس اركان حرب القوات المسلحه عبد المنعم رياض كان وقتها في اهم منصب للجيش المصري، لكن ده لم يمنعه من انه ينزل الجبهه ويتقدم الصفوف. العقيده العسكريه المصريه لا يعني تتزحزح ابدا او لا تتغير من اصغر جندي وصف ضابط مرورا بكل الرتب العسكريه حتى القاده العسكريين. يوم لا ينسى في ذاكره المصريين استشهاد الجنرال الذهبي الفريق عبد المنعم رياض. لسه مستمرين مع حضراتكم النهارده حلقه خاصه من صباح الخير يا مصر من طابا، وذكرى استرداد طابا وذكرى يوم الشهيد. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة خصوصا إن في ارتفاع في درجات الحرارة. هو طبعا يمكن احنا الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، وده متوقع ان هو يكمل معانا اليوم، وهنبدا تدريجيا نتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه اللي هتخلي اليوم قيم درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجه، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 24 درجه مئويه، وده بارتفاع بمعدل درجه عن الامس، وده بيكون في معظم محافظات الجمهوريه. هنحس كمان بزياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، فده هيؤدي ان احنا نحس بالطقس الدافي على المناطق الموجوده في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، جنوب سيناء، طقس مائل للدفء على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، لانها بتكون طبعا اقل قيم درجات الحراره من المناطق الداخليه. المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد طقسها هيكون مائل للحراره ده خلال فترات النهار، وتحديدا في وقت الظهيره مع شده الاشعه الشمسي. فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره طبعا. الانخفاض ده ملحوظ اكثر فتره الفجر وفتره الصباح الباكر، تظل اجواء فتره الليل اجواء بارده في معظم المحافظات، وممكن كمان احيانا تبقى شديده في البروده في المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير. فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل بدا يزيد، بدانا نحس بالفرق ده، وتدريجيا كنا استخدمنا اكثر في شهر 3 هنلاقي بيزيد اكثر، لان النهار بدا يطول كمان، فهنبدا نلاقي فرق درجات الحراره بيزيد، وده ممكن يسببنا بنزلات البرد لو احنا خففنا الملابس، يعني دايما هنلاقي دفء بالنهار، بروده شديده خلال فترات الليل او بروده خلال فترات الليل،
طبعا بنأكد عدم تخفيف الملابس في الفترة دي من السنة. طبعا وبالنسبة للشبورة طبعا الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة دايما في حالات استقرار في الأحوال الجوية. طبعا الشبورة المائية بتظهر طبعا على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، لكن هي أيضا مش شبورة مائية ضبابية، يعني مش هتأثر بشكل كبير على حركة المرور، انخفاضات خفيفة بس في الرؤية الأفقية، وبتتلاشى سرعان ما بتظهر أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي بالظبط. الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. اليوم بس هنأكد على إن في نشاط رياح موجود في السواحل الشمالية الغربية للبلاد. نشاط الرياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، دي المناطق بس اللي ممكن تكون عليها أثر بكده بالضبط. أتربة ورمال مصارة، باقي مناطق الجمهورية مش هتأثر بالأتربة والرمال المصارة. بكرة كمان الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، لكن مع البداية الرسمية أو البداية الفلكية لشهر رمضان الكريم في السنة طبعا أكيد احنا كمان بنتابع مع حضرتك بشكل يومي حالة الطقس، وعايزين نطمن عن حالة الطقس كمان خلال الأيام القادمة بالذات علشان شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضرتك طيبة. لكن أنا بشكر طبعا شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 24 الصغرى 15، العاصمة الإدارية 24-14، الإسكندرية 21-12، العلمين الجديد 20-12، مطروح 20-11، دمياط 21-14، بورسعيد 21-15، الإسماعيلية 24-13، السويس 23-13، العريش 21-12، كاترين 19-3، طابة 22-14، حلايب 26-18، شلاتين 27-17، شرم الشيخ 27-17، الغردقة 26-15، الفيوم 27-11، بني سويف 27-12، الوادي الجديد 32-11، أسيوط 28-11، سوهاج 29-13، قناء 31-14، الأقصر 32-14، وأخيرا أسوان 33-15. خلونا نرجع مرة تانية لزميلنا محمد الشاذلي في مدينة طابة لاستكمال باقي الفقرات الخاصة لصباح الخير يا مصر من هناك. شكرا لك يا دينا، واهلا بحضراتكم مره تانية. لسه مكملين كلامنا وتغطيتنا من طابه ولقاءات متنوعه حول التنميه اللي حصلت في محافظه جنوب سيناء بشكل عام. ودلوقتي نتكلم مع حضراتكم عن قطاع مهم جدا بيمس صحه المواطنين، قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في جنوب سيناء، اللي شهد الكثير من المشروعات اللي تم تنفيذها بالفعل، بالاضافه الى المشروعات الجاري تنفيذها طبعا خلال هذه الفتره من اجل توفير حياه كريمه لكل المواطنين، من اجل ان تصل المياه النظيفه ليهم، بالاضافه الى مشروعات كثيره معنيه بالصرف الصحي، بالاضافه ايضا الى نقطه غايه في الاهميه وهي مخرات السيول، لانه الفتره من الفترات طابه تحديدا اللي احنا موجودين فيها دلوقتي تعرضت لاضرار كثيره نتيجه السيول. كل هذه التفاصيل هيكلمنا عنها دلوقتي المهندسه حنان عمر، وهي رئيس قطاع المياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء. اهلا بك يا باشمهندسه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك رمضان كريم. الله اكرم علينا جميعا يا رب. نبدا مع حضرتك من الخطه اللي الدوله وضعتها في هذا القطاع، ايه اللي اتنفذ منها حتى الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي شركه مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء هي احد الشركات التابعه لوزاره الاسكان، تابعه للشركه القابضه التابعه لوزاره الاسكان. وطبعا الجزء اللي بيخصنا في جنوب سيناء قطاع جنوب سيناء خاص بالمحافظة بالكامل. احنا عندنا تنوع في المحافظة من مصادر المية، يعني مية النيل واصلة عندنا لحد مدينة سانت كاترين من المحطة الرئيسية اللي موجودة في غرب النفق، وعندنا محطات أبار موجودة في مدينة الطور العاصمة. طبعا نتيجة لأن احنا محافظة صحراوية وفي الجانب الشرقي والجزء والشح المائي اللي بتتعرض له العالم كله، فطبعا التكنولوجيات اللي بادئة النهاردة في توفير مياه الشرب هي تحلية مياه البحر، ودي اللي الدولة بدأت فيها يعني في خلال الأربع سنوات اللي فاتوا. تضاعفت كمية المياه المنتجة وتم إنشاء عدد من محطات التحلية. تمام. آخرهم أربع محطات موجودين في مدينة راس سدر وبوزنيمة ونويبع ودهب. المرحلة الثانية اللي احنا يعني بصدد التفقد فيها اليوم في مدينة طابة، وفي محطة في مدينة محطتين في مدينة شرم الشيخ.
إجمالي المحطات دي بإنتاجيتها بتعدي 260 ألف متر مكعب في اليوم. إحنا بنستهلك تقريبا حوالي نصها لأن هي معمولة عشان التنمية لسنة الهدف. إن شاء الله تكفينا للتنمية العمرانية في الفترة القادمة. عظيم جدا يا باشمهندس، لأن إحنا الفترة كنا بنعاني من بعض المشروعات اللي بتتنفذ يدوب تخدم السكان الموجودين دلوقتي، ما بترعيش قدام الدنيا يكون فيها ايه، فنبتدي نعمل نهد ونبني مشروع تاني من اول وجديد. فاحنا دلوقتي عاملين حسابنا احنا بننشئ المحطات ان هي تخدم الزياده السكانيه خلال السنوات القادمه. طبعا هي خطه الدوله في ان انا يعني بعمل خطه الهدف 35 او 50، فعلا احنا شغالين فيها بداية من تحديد طبعا المخطط الاستراتيجي للمدن، وده سيادة المحافظ بالتنسيق مع الوزارات المعنية شغالين فيه على قدم وساق، وأولها طبعا لما بنعمل البنية التحتية هي الأساس. طبعا ده اللي موجود في كل الجمهورية، ان احنا الدولة يعني اهم حاجة البنية التحتية عشان بعدها ابدأ اعمل مشروعاتي وبجهز للتنمية، والمشروعات اللي احنا طبعا بنسمع عنها وان شاء الله تخلينا في صدارة الدول بإذن الله ان شاء الله. طيب المحطات دي عشان بس احنا مش فاهمين برضو، يعني محطات تحلية مياه البحر دي احنا في النهاية بنشوف مياه محلاء، مياه نقدر نشربها، احنا كمواطنين بنشوف مياه في الاخر نقدر نشربها، لكن ازاي بيتم انشاء هذه المحطات؟ هل في صعوبه في انشائها؟ تكلفتها، هل تكلفتها عاليه؟ التكنولوجيا اللي داخله فيها عامله ايه؟ هو محطات التحليه يعني احنا يعني تكلفتها عاليه جدا في الانتاج وفي التشغيل، بس هي السبيل الوحيد للمحافظات الحدوديه والمطله على البحر. كميات ميه النيل مهما انا بضغط عليها في اطراف الدوله برضو مش هتوصل لي للاجزاء اللي هي في الحدوديه. ومدينه طابا فيها محطه تحليه موجودة من أكتر من 20 سنة، ومدينة شرم الشيخ فهي موجودة من زمن موجودة، بس إحنا حاليا اللي بيتنشئ جديد على أحدث التكنولوجيات اللي بيبقى في النهاية شكل المحطة. أنا عندي مصدر البحر أو أبار شاطئية مية مالحة بتدخل على فلترة ومعالجة بأحدث الأنواع، واهم تكنولوجيا موجوده ان انا اخفض في الطاقه، لان هي الـ الـ المكلف الاساسي في سعر متر الميه هي الطاقه الكهربائيه. تمام. هي اللي بترفع سعرها وتكلفتها، علاوه على ان قطع الغيار بتاعه المحطات دي معظمها مستورده، فدي يمكن اكتر حاجه بتواجه القطاع ده في التكاليف. واحنا طبعا يعني على المقابل كده بحاول اشغل الانتاج للمصادر الطبيعيه اللي موجوده، بحيث ان انا ما ابقاش يعني الضغط كله على محطات التحليه. تمام. دي من يامه، ومن يامه ثانيه الجوده بتاعه الميه. جوده الميه دي طبعا هي الشيء الاساسي لرضا الناس، وفي مراقبه عليه ومعامل منشاه في المحافظه للمتابعة مع وزارة الصحة عشان أقدر أوصل يعني كوب ماء نظيف طبعًا للمواطن. والأهم من ده طبعا التجمعات البدوية وأهالينا في القرى، هو ده أصعب حاجة بنواجهها في توفير المياه لهم. طيب هل أنتم معنيين كمان بتوفير المياه للزراعة؟ لا يا فندم، احنا المياه موجودة هنا، احنا شغلنا لتوفير مياه الشرب والتخلص من الصرف الصحي. تمام. اللي بتنتجه. تمام. المدن. ده ياخدنا بقى المشروعات الصرف الصحي اللي اتنفذت في المحافظة. تمام. احنا عندنا منظومة الصرف الصحي متكاملة في كل مدينة، كل مدينة تعتبر يعني وحدة متكاملة من انتاج المياه فيها، سواء بمحطة تحلية أو محطة أبار أو مية نيل جايلها على حسب كل مدينة. أنا عندي راس سدر وبوزنيمة وبورديس فيها مية نيل، وبنكمل الإنتاج فيها بمية تحلية عشان برضو ضعف الإنتاج، وبعض المدن التانية بيبقى فيها مية تحلية كاملة زي مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابة. المنظومة متكاملة من ناحية إنتاج المية، وبعد كده طبعا بنجمع الصرف الصحي من خلال محطات الرفع المنتشرة في المدينة، وبتنتهي بمحطة معالجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وبستخدمها
في طريقين، الطريق الاول اما مزرعه خشبيه او ري المساحات الخضراء اللي موجوده، وخيره مثلا لكده مدينه شرم الشيخ بيتم اعاده تدوير مياه الصرف الصحي بالكامل من خلال محطه برك الاكسده اللي حصل فيها تطوير ايام مؤتمر المناخ، وهي من اكبر النقاط يعني بتساهموا كمان هو في مياه الري. طبعا لا احنا لان طبعا عشان اروي بميه محلاه او ميه، لا احنا بنروي بميه صرف صحي معالج منها بنتخلص منه ومنها امن ومنها بنوفر الميه الصالحه للشرب بدل الري. فاحنا بنقدر ندور الميه المعالجه بشكل مثالي في المحافظه، لانها طبعا التخطيط فيها ان شاء الله متكامل وبنراعي كده في اللي جاي باذن الله. طيب اخبار الامطار ايه هنا؟ طبعا هي دي من المشاكل اللي بتعاني فيها المحافظه، وخصوصا النقط اللي فيها تجميع سيول. بصراحه بيبقى ايام صعبه جدا لما بيحصل فيه نوه. احنا طبعا بدايه التنبؤ بنتابع الارصاد، في موجه جايه هتنزل في اماكن كذا، ده اهم مؤشر لنا للاستعداد. احنا عندنا كميه من المولدات الصالحه، اكتر من 100 مولد على مستوى المحافظه، ومنظومه الصرف الصحي بالكامل عشان لما يحصل انقطاعات للكهرباء بنقوم بتشغيل المولدات دي، بنبقى مجهزينها سولار وتجهيز. يبقى خطة الطوارئ. خطة الطوارئ علاوة على تواجد، طبعا في عندنا منظومة جديدة للشبكة الوطنية الموحدة عشان التواصل مع غرفة عمليات المحافظة. سيادة المحافظ بيبقى متابعها من خلال شاشات مراقبة لتوجيه أي جهة لمكان الأزمة. بنتفاعل مع بعض سواء صحة سواء كهرباء، طبعا احنا والكهرباء بنبقى مجموعة متكاملة لحدوث اي عطل، لاننا بتبقى الضغط على محطات الصرف الصحي عالية جدا، لان المية كلها بتبقى نازلة في شبكات الصرف، فبنحاول بقدر الامكان تمشي في مخرات السيول اللي بنبقى من قبلها بالتعاون مع المحافظة ووزارة الري لتطهيرها عشان تنزل في مقراتها الطبيعية في اتجاه البحر او على حسب، انما كده كده بيبقى في ضغط على شبكه الصرف الصحي اللي في الشوارع، وبالتالي بتشتغل بكامل طاقتها وباقصى طاقه لها، وده اللي بيبقى فترات الذروه اللي بنتمنى كل مره انها تعدي على خير يعني. يا رب. طيب كسيده بتتولي هذه المسؤوليه ومهمه كبيره ما هياش سهله، وفي تواصل مع كل القطاعات، يعني الموضوع مش معني فقط بقطاع المياه والصرف الصحي، الموضوع ليه تفاصيل تانية وتواصل مع جهات تانية، وزي ما كنا بنتكلم عن خطة الطوارئ، ازاي حضرتك بتقدري تقومي بهذه المسؤولية؟ انا بقالي 4 سنين ماسكة قطاع المياه والصرف الصحي، وقبلها كنت ماسكة مدينة شرم الشيخ، وطبعا بدعم كامل من القيادات واولهم سيادة المحافظ ومتابعته الفائقة في مشروعاتنا انها تنجز وان طلباتنا تلبى لصالح اهالينا في محافظة جنوب سيناء. بصراحة هو داعم ومنسق دائم لكل القطاعات، الاجتماعات الدورية للمتابعة، لان احنا كلنا وحدة واحدة، فبالتالي كل الادارات معظمهم طبعا من الرجال، مع اننا طبعا القيادات النسائية عالية قوي في المحافظة، وسيادة المحافظ بيدعمها، وطبعا من سيادة الرئيس طبعا احنا كل الشكر لحضرتك يا فندم، وكل التوفيق ليك. المهندسة حنان عمر رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. دلوقتي مشاهدينا هنروح موجز لأهم الأخبار مع دين. شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيدة، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، جاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وجاءت خطبة الجمعة بعنوان يوم الشهيد، يوم بر ووفاء، وأكدت على حرص الأديان السماوية على تعظيم فضل الشهادة في سبيل الله، ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجران مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها 4 جرافات اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وأحدثت دمارا واسعا فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه المدينة، وتحديدا شارع نابلس المحاذي لمخيمي طول كرم ونور شمس. وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي عند دوار اليونس في المنطقة الشمالية من المدينة، ولاحقوا الطواقم الصحفية في المنطقة. كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف قرب دوار الشهيد سيف أبو لبدة بمخيم نور شمس. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه قبالة غزة لإيصال مساعدات ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوما، وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من 1000 جندي. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن الجيش الأمريكي سينشئ رصيفا بحريا عائما قبالة سواحل غزة لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسو فيه وتفريغ بضائعها في قوارب أصغر تنقل هذه المساعدات إلى جسر بحري يتم ربطه بشاطئ غزة، مشيرا إلى أن هذا الميناء يمكن أن يوفر أكثر من 1000000 وجبة يوميا لمواطني غزة. أعلنت كندا عزمها استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقال وزير المساعدات الدولية الكندي أحمد حسين إن أوتاوا لم تحدد بعد الإطار الزمني لاستئناف التمويل. كانت كندا أعلنت وقف التمويل في 26 من يناير الماضي بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالاشتراك في أحداث 7 أكتوبر. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة ضد صاروخين مضادين للسفن المثبتين على شاحنتين في مناطق سيطرة القوات الحوثي في اليمن. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على سفينة ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة. دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد، وأيدت 14 دولة نصا اقترحته بريطانيا، وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار. ورياضيا، توج الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لكرة القدم للمرة 39 في تاريخه بعد فوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد في مباراة القمة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض. أحرز هدفي الأهلي إمام عاشور في الدقيقة 84 ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة 94، وحصد الأهلي لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، وعزز رقمه القياسي كأكثر أندية مصر حظا للبطولة برصيد 39 لقبا، فيما توقف رصيد الزمالك عند 28 لقبا فقط. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. الفريق عبد المنعم رياض، الأسطورة الخالدة، الجنرال الذهبي، الشهيد البطل اللي استشهد يوم 9 مارس 1969 وسط أبنائه بعد ما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن. الفريق عبد المنعم رياض استشهد وسط أبطال القوات المسلحة عشان يضرب المثل في الشرف والتضحية ويسجل التاريخ عنه واحدة من أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل مصر.
أنا لست أقل من أي جندي يدافع عن الجبهة، ولا بد أن أكون بينهم في كل لحظة من لحظات البطولة. كلمات قليلة في العدد كبيرة في المعنى، كتب بها الشهيد الراحل الفريق أول عبد المنعم رياض دستورا له سار عليه حتى استشهد وسط جنوده. الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض بطل مصري كتب بدمائه تاريخا مميزا، وحفر اسمه وسط عظماء مصر الذين سيظل اسمهم يتردد على ألسنة كل الأجيال. ولد الجنرال الذهبي في 22 من أكتوبر في 1919 في قرية سبيربي بمدينة طنطا، ويعتبر واحدا من أشهر العسكريين العرب، حيث شارك في الحرب العالمية الثانية بين عام 41 و42، وشارك في حرب فلسطين في عام 1948 والعدوان الثلاثي في عام 56، وفي 30 من مايو 67 عين الفريق قائدا لمركز القيادة المتقدم في عمان، وأعلن قائدا عاما للجبهة الأردنية، ولكن لم يمض أسبوعا حتى استدعى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليعينه في 11 من يونيو رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية. فبدأ مع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الجديد الفريق أول محمد فوزي إعادة بنائها وتنظيمها، فبدأ الإعداد لحرب أكتوبر، ونفذ جنود مصر البواسل عددا من العمليات الناجحة في عهده خلال حرب الاستنزاف التي أسفرت عن تدمير 60% من تحصينات خط بارليف الذي تحول من خط دفاعي إلى مجرد إنذار مبكر، كما كان له دور بالغ الأهمية في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 من أكتوبر في عام 1967، كما أنه صمم الخطة 200 الحربية التي طورت بعد ذلك لتصبح خطة العمليات في حرب أكتوبر. ساهم عبد المنعم رياض في تغيير المعادلات العسكرية، إذ بدت بصماته جلية في حرب المدرعات اعتبارا من العام 1968، بعدما أوصى بتدريب جنود المشاة عليها في سرية شديدة، ليصبح الجندي المصري في حرب أكتوبر مدمرا للدبابة. وفي صبيحة يوم 9 مارس قرر عبد المنعم رياض أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى نتائج المعركة ويشارك جنوده في مواجهة الموقف، وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدما التي لم تكن تبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 مترا، ووقع اختياره على الموقع رقم 6، وكان أول موقع يفتح نيرانه بتركيز شديد على دشم العدو في اليوم السابق. وفجأة بدأ الضرب يقترب، وبدأت النيران تغطي المنطقة كلها، وكان لابد أن يهبط الجميع إلى حفر الجنود في الموقع. شهد هذا الموقع الدقائق الأخيرة في حياة الفريق عبد المنعم رياض، حيث انهالت نيران العدو فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده، واستمرت المعركة التي كان يقودها بنفسه حوالي ساعة ونصف الساعة، إلى أن انفجرت إحدى الطلقات المدفعية بالقرب من الحفرة التي كان يقود المعركة منها، ونتيجة للشظايا القاتلة وتفريغ الهواء أصيب ونقل إلى مستشفى الإسماعيلية، والتي استشهد فيها عبد المنعم رياض بعد 32 عاما قضاها في خدمة القوات المسلحة متأثرا بجروحه، ليسدل الستار على مسيرة بطل مصري يظل خالدا في ذاكرة هذه الأمة. لقاءاتنا وحواراتنا مستمرة، ويوم خاص من صباح الخير يا مصر، يوم ذكرى الشهيد، وكمان يوم استرداد وعودة طابة ذكرى هذه الأرض الغالية اللي عادت مرة أخرى إلى أرضنا وإلى وطننا. نروح مرة تانية إلى طابة ونتابع مع محمد الشاذلي لقاءاته من هناك. قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، اتكلمنا عن اللي حصل في التموين من توفير كل السلع الأساسية واحتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة. دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن قطاع غاية في الأهمية، وهو قطاع الإسكان. مشروعات كتيرة جدا تم تنفيذها هنا، وطبيعي أن حجم المشروعات بيزيد بالزيادة السكانية، سواء من أبناء المحافظة أو من أبناء المدينة اللي احنا موجودين فيها، أو حتى من الوافدين. في ناس بتقرر أن تيجي من المحافظات الأخرى عشان
تعيش هنا في جنوب سيناء. طبعا عايزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط في هذا القطاع المهم، قطاع الاسكان. كل هذه التفاصيل هيكلمنا عنها اللواء مهندس بدر حسني عبد المقصود، وهو مدير مديريه الاسكان بجنوب سيناء. سياده اللواء اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. تحياتي لحضرتك. يا اهلا بحضرتك. في البدايه لو نتكلم بشكل عام عن ابرز المشروعات الخاصه بالاسكان اللي تم تنفيذها في المحافظه خلال الفتره الاخيره. طبعا مهمه مديريه الاسكان في محافظه جنوب سيناء تحقيق أو الاشتراك في التنمية المستدامة للمحافظة من خلال إعداد المخططات. يعني إحنا بنشترك في إعداد المخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن بتاعة المحافظة، واللي من خلالها بنحقق أو بنقدر نوفر الأنماط السكنية المختلفة لل يعني للسكان جنوب سيناء. أنت عارف هنا الطبيعة مختلفة، فإحنا بنوفر من أول المساكن الأولى بالرعاية والمساكن الإسكان الاجتماعي، وبنوصل للإسكان المتميز طبقا لكل الشرائح وطبقا لطبيعة المكان اللي احنا بننفذ فيه المشروع. يعني احنا لسه يعني مديرية الإسكان منتهية من تنفيذ حوالي 6000 وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، وتم تسليمهم تقريبا بنسبة حوالي 95%، متبقى حوالي 5%، واحنا في طريقنا لتسليمهم للمواطنين ان شاء الله. عظيم. سيادة اللواء، على اي اساس بنقرر ان احنا نعمل مدينة سكنية جديدة؟ على اي اساس بنختار المكان؟ طبيعة وشكل المدينة بيكون عامل ازاي؟ هو انا قلت لحضرتك ان احنا بنعتمد على المخطط الاستراتيجي اللي احنا صممناه للمدينة، وقلنا ان المنطقة دي بتبقى منطقة سكنية او المنطقة دي منطقة صناعية، وانت عارف ان الموضوع تكاملي طبعاً. يعني ان احنا لو انشأنا مجموعة مصانع يبقى محتاجين سكن متدرج بقى للعمالة المتوسطة، ثم العمالة اللي هنقول عليهم اعلى درجة، فبنوفر الانماط السكنية. وفي التجمعات البدوية طبعا احنا بنراعي التركيبة السكانية، فبنحاول نوفر السكن الملائم. يعني احنا منفذين بالتعاون مع جهاز التعمير اغلب القرى البدويه اللي موجوده في المحافظه، اللي هي ليها طبيعه خاصه من حيث المنشا اللي هو بيعتبر دور واحد. ده كان سؤال لحضرتك دلوقتي. تمام. ان احنا الحمد لله في مصر كل محافظه، مش عايز اقول لحضرتك كل قريه كمان، عندها هويه ليها شكل كده بنحاول ان احنا نحافظ عليه، فده بيراعى وقت انشاء اي تجمع سكني جديد. طبعًا في هذه طبعًا احنا نحافظ على الهويه، نحافظ طبعًا على الصورة. يعني احنا لما بنيجي ننفذ مشروع سكني في مدينه دهب، احنا عارفين ان الطابع المعماري هناك هو الطابع الساحلي، فلازم يكون حتى ولو كان سكن اولى بالرعايه او سكن اجتماعي، لازم ياخد الطبيعه اللي موجوده في المكان. وما ننساش طبعا ان مدينة شرم الشيخ اعلنت من سنوات ان هي مدينة خضراء بتستخدم كل العمارة الذكية في المحافظة على البيئة. تمام. طيب هو احنا عشان نعمل مدينة سكنية اكيد بيكون في تواصل مع كل الجهات المعنية، لانه الترفيه ما هوش سهل، البنية التحتية برضو ما هي سهلة، ففي تواصل بكل تأكيد مع وزارة الكهرباء، مع قطاع المياه، مع كل هذه الجهات. الحقيقة ان سيادة المحافظ هنا مدي توجيهات ضرورية بالتنسيق مع المحافظات، بحيث ان احنا ما تحصلش مشاكل دايما في اثناء التنفيذ. يعني احنا قبل ما نشرع في اي مشروع سكني صغير او كبير، بننسق دائما مع وزارة الاسكان للامداد بالمرافق، سواء من ميه او صرف صحي. يعني ما نقدرش نخصص قطعة ارض لسكن اجتماعي ويكون الحمل بتاع الميه اللي موجود فيها غير متوفر. تمام. فالحقيقي ان سيادة المحافظ دايما بيحقق لنا هو شخصيا يعني التنسيقات ديت، ولقاءات مستمرة دايما خصوصا يعني مع وزير الكهرباء والسيد وزير الإسكان. ده في نقطة كمان غاية في الأهمية، يعني احنا هنعمل مثلا مدينة جديدة في مكان بعيد شوي، الطرق الناس هتوصل ازاي، المواصلات. انا يعني بدأت كلامي ان احنا في بداية الموضوع بنتحرك من خلال اطار خارجي اللي هو المخطط الاستراتيجي للمدينة.
تمام. والمخطط التفصيلي للمدينة. المخطط التفصيلي ده موضح لي الطريق، موضح لي محطة المية، موضح لي محطة الكهرباء، موضح لي المنطقة الصناعية. مش عايز أقول لك ممكن يبقى كمان حاسبين الأحمال اللي مطلوبة لكل قطعة أرض والنمط اللي هيتعمل فيها، سواء هو صناعي أو تجاري أو سكني تجاري أو سكني أولى بالرعاية أو يعني الموضوعات دي دائما دائما في الحسبان، ودائما إن إحنا يعني التخطيط هو المؤشر الدال على النجاح. تمام. طيب بالنسبة للوحدات اللي تم إنشاءها حديثا، مساحتها قد إيه؟ طبيعة التشطيبات الموجودة فيها؟ احنا لسه يعني مسلمين مشروع الإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي يعني في جنوب سيناء واخد أولوية كبيرة جدا جدا في هنا، نظرا لأن يعني المواطنين، احنا طبعا المحافظة جنوب سيناء بقت محافظة جاذبة للعمالة من خارج المحافظة، فبنوفر لها دايما السكن اللائق والكريم. والمساحات ده لازم يكون في شرط ان هو قعد فترة تقريبا إقامة 10 سنين تقريبا، 10 سنين ويعني طبقا للشروط والضوابط في كل توقيت، خصوصا ان في بعض الوحدات بتتباع بالأسعار الغير مدعمة، فدي بنسمح بيها للعاملين الخارجين من يعني مش ضروري ان هو يكون قضى فترة كبيرة في المحافظة، لو هو هيشتريها بدون دعم وكاش. تمام. المساحات طبعا اللي احنا بنوفر من اول الأوضة وصالة والأوضتين وصالة والتلات أوض وصالة. التشطيب انا دايما اقول ان هو مش تشطيب سكن اجتماعي، يكاد يعني يرقى الى السكن المتميز، ومستخدمين فيه جميع الخامات يعني الجيده جدا في المدينه. تمام. ممكن حد يسال ايه دور الاسكان في المساهمه في المشروعات التنمويه اللي بتحصل؟ طبعا مديريه الاسكان يعني انا بقول ان هي الحمل دايما عليها كبير، فهي بتبدأ من الاشتراك في المخططات، طرح وتنفيذ المشروعات، مراقبة أعمال البناء. يعني أنا أعتقد إن إحنا المديرية الوحيدة اللي بيتوفر لديها، إحنا لسه مفتتحين معمل مركزي للإنشاءات بيراقب أعمال الجودة لجميع أعمال البناء اللي بتتم في محافظة جنوب سيناء، بيراقب أعمال الطرق وجودة الأسفلت، بيراقب أعمال الخرسانات، بيعمل أبحاث للتربة. إحنا يعني كنا مفتتحينه تقريبا من 6 شهور، وكان من ضمن أولويات سيادة المحافظ مراقبة الجودة للإنشاءات وللطرق في المحافظة. طبعا مهم جدا. إحنا المحافظة أو المديرية بتصدر التراخيص البنائية لكافة المنشآت اللي موجودة في المحافظة، يعني احنا بنشرف على القرى السياحية، بنديها الرخصة، وبنتننا نتابع عن طريق الإدارات الهندسية الأعمال التنفيذ ومدى المطابقة بتاعتها للرسومات المعمارية والإنشائية، وبينتهي بان احنا عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بنعمل مطابقة وبنسمح في نهاية الموضوع بدخول المرافق وتسجيل بقى المرافق والإعداد الأسبلت بتاع المرافق، بحيث إن ما يبقاش في أعمال تؤدي مثلا لقطع كابل كهرباء أو قطع ماسورة. فيعني الإسكان تقريبا مشترك في من أول إعداد صحيح. المخطط وانتهاء بتسليم الإنشاءات. كل الشكر لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. اللواء مهندس بدر حسني عبد المقصود، مدير مديرية الإسكان بجنوب سيناء، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فندم، شكرا. شاهدين دلوقتي هنرجع مرة تانية لاستوديو في القاهرة، اتفضلي منا، لكن لسه لقاءاتنا مستمرة من طابة. شكرا لك يا محمد. مفيش مناسبة بيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا ولازم يشيد ويقدم الشكر للشهداء اللي ضحوا بحياتهم في سبيل استقرار بلدنا وأمن وطننا. الرئيس دايما حريص على التذكير ببطولاتهم وتضحياتهم، وحريص في كل الأوقات كمان على مشاركة أبنائهم وذويهم وأهليهم في كل المناسبات. اهتمام كبير ورعاية خاصة يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر شهداء مصر الأبرار
منذ توليه الحكم، تقديراً لأرواحهم التي قدموها فداءً لهذا الوطن لحفظ الأمن والأمان وصون مقدراته. رعاية الرئيس السيسي لأبناء وأسر الشهداء لم تكن شعارات، بل كانت واقعاً واضحاً لا يحتاج إلى تأكيد، وهو ما تجلى في الحرص الدائم على تكريمهم في المحافل المختلفة، ومنها يوم الشهيد والمحارب القديم واحتفالات انتصار اكتوبر المجيد. الاهتمام لم يكن ماديا فقط، بل كان معنويا ايضا، حيث حرص الرئيس السيسي على مشاركة ابناء واسر الشهداء في اداء صلاة عيد الفطر والالتقاء بابناء الشهداء للاحتفال معهم وبث السعادة والفرحة داخل قلوبهم. وفي نوفمبر من عام 2022 وجه الرئيس السيسي بقيام صندوق تكريم الشهداء بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم. كما وجه الرئيس السيسي بقيام الصندوق بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة منه لتشمل المزيد من المجالات الإضافية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها. وفي أغسطس عام 2023 وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وصدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 من يناير من عام 1952 إلى المستفيدين من الصندوق. كما صدق على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف. كل هذه الخطوات انعكست وتنعكس على أسر الشهداء الذين استحقوا كل تقدير، وذلك لم يكن غريبا على الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي الذي يولي اهتماما كبيرا بكل أبناء الوطن بمختلف فئاتهم. دايما سيرة الشهيد باقية في ذاكرة كل المصريين. نروح مرة تانية مع حضراتكم إلى طابة والحوارات مستمرة في ذكرى يوم الشهيد واسترداد طابة مع محمد الشاذلي. تفضل يا محمد. شكرا ليك يا محمد، والحقيقة خلينا نقول ان هو ميزة من المميزات اللي الدولة بتشتغل عليها خلال الفترة الأخيرة، هو انها لما بتحط خطة بيتم تعميم هذه الخطة في كل القطاعات وفي كل المحافظات. ويمكن كلنا شايفين اهتمام الدولة خلال الفترة الماضية بفئة الشباب، قادة المستقبل زي ما دايما بنقول، لازم يكون عندهم درجة عالية من الوعي ويكونوا يتم تمكينهم في كافة المجالات، لأن عندهم رؤية وبالمناسبة بيكون رؤيتهم مختلفة. فما بالك لما يتم اختيار شاب من شباب هذه المحافظات، ابن من أبناء هذه المحافظة، عارف أهالي المحافظة، عارف طبيعتها، عارف مشاكل هذه المحافظة وزي بيقدر يتواصل كمان مع أهليها، فده حاجة غاية في الأهمية أنه يعرف يتواصل معاهم ويكون قادرين يعرفوا أبرز التحديات اللي بتواجه المحافظة ويشتغلوا مع بعض، وده المهم، يشتغلوا مع بعض لحل هذه المشكلات. دلوقتي معانا في فقرتنا منورنا جبريل فتيح وهو معاون محافظ جنوب سيناء. اهلا بيك. يا اهلا وسهلا استاذ محمد. مبارك كل سنه وانت طيب. وعليك طيب يا فندم. يا اهلا بيك. لو خليني ابدا بالنقطه الاهم، ازاي وصلت الى هذه الدرجه والمكانه انك تبقى معاون للمحافظ، شاب صغير، المؤهلات العلميه، التدريبات، التجهيزات اللي خدتها عشان تصل في النهايه انك تكون في هذا المنصب؟ في البداية طبعا أنا كنت مهتم بالتعليم، يعني أنا من أسرة يعني تهتم بالتعليم، أنا أخواتي يعني معظمهم مؤهلات عليا، ووالدي ووالدتي حريصين أنهم يعلمونا يعني إلى نهاية المطاف. طبعا أنا خريج اقتصاد وعلوم سياسية، طبعا ما اكتفتش بالحصول على البكالوريوس، التحقت بالماجستير وعملت حقوق برضه، لسانس حقوق ودكتوراه، كل الحاجات دي ما جاتش من فراغ، انا كان عندي هدف وكان عندي اصرار، والتحقت بالبرنامج الرئاسي اللي كان يعني بالفعل كان نقطه تحول بالنسبه لي وكل شباب مصر، يعني هو كان نقطه تحول ان انا يعني اروح محافظه جنوب سيناء واكون معاون محافظه جنوب سيناء، يعني معاون لمحافظ جنوب سيناء، كل الحاجات دي كانت يعني بالنسبه لي الهام فعلا، وده تحفيز لكل شبابنا في كل محافظات مصر.
في البداية طبعا أنا كنت حريص كل الحرص أن أنا أنقل التجربة لأهالينا وشبابنا في محافظة جنوب سيناء وأقول لهم ما فيش مستحيل بالفعل طالما عندك هدف في حياتك هتوصل ليه وما تسمعش يعني للشائعات دور على مصدر المعلومة يعني حدد هدفك انطلق في الحياة لا تبالي يعني كلنا بنقابل عثرات بس طبعا. الذكي فينا اللي بيعرف يتقلب على العثرات بدون أي خسائر أنا الحمد لله حريص كل الحرص بقابل عقبات وزي أي حد طبعا. في الكوكب بس ممكن أنا يعني بفكر بحط سيناريو مستقبلي إن العثرات دي يعني هتزول وهتختفي في يوم من الأيام وهتيجي اللحظة الحلوة صحيح. اللي أحقق فيها الهدف بتاعنا يعني سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى يعني على مستوى الدولة أنا ممكن يعني لو اتكلمت على مستوى الدولة بشكل عام إن إحنا يعني لازم ننتظر لازم يعني ندعم الدولة بقوة في سبيل إن إحنا يعني تكون دولة تواكب الدول المتطورة يعني في المستقبل عظيم قبل ما اتكلم عن طبيعة دورك كمعاون المحافظ خلينا اتكلم معك عن نقطة تانية طبيعة التواصل بشكل ودي بينك وبين الشباب هل في جلسات نقاشية بعيدا عن الإطار الرسمي يعني أنا لو قلت لحضرتك يعني أن احنا خرجنا برا الصندوق في الفترة الأخيرة ده بتوجيهات من معالي الوزير المحافظ إزاي؟ احنا ممكن كنا بنقعد مع الشباب في المدن بس يعني بتوجيهات من معالي الوزير المحافظ قال لي لا احنا لازم نزور الوديان ونقعد مع الشباب في الوديان تمام الفكرة بقى في ايه ان انا ذهلت فعلا الوديان فيها شباب زي الورد بس محتاج اللي يسمع لهم فعلا انا يعني بزور الوديان يعني بشكل اسبوعي انا مش عايز اقول لك بشكل يومي بس يعني مثلا حتة معينة يعني ممكن اخد 3 ايام مثلا زي قرية وادي فريان بزور التجمعات وتوابع التجمعات اللي في وادي فريان بعد مع كل الشباب بسمع لهم يعني من القلب للقلب مش رايح لهم مثلا كمسؤول او لا انا بقول لهم يعني انت هدفك ايه عايز تكون ايه في المستقبل طب انت ليه ما بتعملش كده ايه المعوقات مثلا كل الحاجات دي الشاب بيقول لي طب انت يعني انا بحكي له القصه اللي انا بدات فيها من البدايه انت بتشرح له تجربتك بالظبط ففي شباب اتاثرت فعلا شباب التحقت بالجامعات بالعكس شباب لو مثلا لو فاتوا قطار التعليم قال لك لا انا لازم اهتم باولادي عشان قدامه نموذج بالظبط انا لازم اهتم باولادي ولازم يعني انتهج يعني السياسه اللي حضرتك اتبعتها انا يعني انا بتكلم ليه كده انا بقول يعني كل شبابنا في الوديان ان فعلا ما فيش مستحيل ولو عايز تتعلم يعني كل الفرص دلوقتي متاحة يعني التحول الرقمي التطور التكنولوجي كل الحاجات دي اتيحت يعني للجميع دلوقتي في شبكات يعني للاتصال في كل يعني في معظم التجمعات في شبكات للاتصال وبالتالي حضرتك ممكن تاخد كورس كامل في التجمع عن طريق اليوتيوب او عن طريق البرامج بالعكس دلوقتي في ذكاء اصطناعي حضرتك انت مش محتاج حد يعلمك بالعكس انت في يعني انت بتتواصل يعني مع الذكاء الاصطناعي ده المينيتور بتاعك بقى عشان توصل للهدف بتاعك اعتقد انه ساعدك كمان يا جبريل انك من ابناء المحافظه بالظبط انا من ابناء وفاهم الثقافه بتاعه البدوي يعني بمعنى ايه انا فاهم دماغه رايحه فين وبالتالي انا فاهم الهدف يعني اللي عنده وعارف يعني هو عايز يكون ايه في يوم من الايام بالعكس يعني عندهم طموحات واهداف والله يعني انا بحاول يعني ادمجهم في المجتمع بشكل قوي وخصوصا اللي في التجمعات البدويه ازاي بخليهم يحضروا كورسات مثلا يحضروا مؤتمرات دوليه في القاهره بحفزهم احنا ده بتوجيهات من معالي الوزير المحافظ يعني احنا لا قال لي لازم نخرج بره الصندوق بمعنى ان احنا لازم نعمل زيارات ميدانيه فعليه في التجمعات البدويه ونزورهم طب يعني اكتفى بهذا لا المحافظ قال لك طب والمدن المدن بقى نعمل نشجعهم على المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر نعمل لهم دراسات جدوى نشوف المشروعات بالظبط بنشوف المشروعات المشتركه في مدينه معينه ايه يعني ايه المشروع اللي ممكن يعني ينمو في مدينه معينه وبالتالي بنعمل له دراسه جدوى قويه لكل الشباب اللي بيهتموا بمشروع معين او مشروعات مختلفه وبنوصلهم باصحاب المشاريع بمعنى مثلا لو شركه معينه لو مثلا مجال معين الكتروني مثلا كل يعني بنحاول نزلل لهم العقبات ده بتوجيه من معالي الوزير المحافظ تمام يعني اي حد محتاج مثلا فرصه عمل محتاج تدريب من خلال التواصل تقدروا تساعدوه بالظبط واحنا بنشجعهم يعني على المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر لان دي المستقبل
يعني احنا لو انتظرنا الوظائف يعني احنا عددنا اكبر من الوظائف المتاحة، وبالتالي احنا لازم نفكر خارج الصندوق. كل الحاجات دي طبعا بتوجيه معالي الوزير المحافظ، هو يعني انا بتعلم منه بجد، يعني اكتر حاجة تعلمتها منه ان احنا نشتغل بشكل جماعي ونشتغل يعني على الارض كمان يا جبريل، يعني نشتغل بشكل ميداني. فكرة التنفيذ اللي قاعد في المكتب ده خلاص اعتقد ان هي فكرة انتهت خلاص بالزبط. وعاف عليها الزمن. احنا بالزبط. دلوقتي التنفيذ لازم يكون موجود على الارض وسط الناس بالزبط. بيسمع لهم، بيشوف مشاكلهم، بيشوف التحديات اللي بتقابلهم، بيشوف طلباتهم، بيشوف احتياجاتهم، بيشوف كمان افكارهم، لانه بالمناسبه زي ما انت ذكرت لما بتروح الوديان بتلاقي فيه افكار، بتلاقي فيه شباب على درجه عاليه من الوعي والثقافه وعنده فكر بالزبط. وعنده فكره مشروع وليكن لو نفذتها ممكن تعمل نقله في مجال معين بالظبط. والى جانب يا فندم يعني احنا بنعمل ده وقتي، يعني ايه اللي بنعمله؟ اكتشاف المواهب. يعني حضرتك يعني بالامس كان في مواهب يعني فعلا اكثر من رائعه، كل ده بالتوجيه من معالي الوزير المحافظ. ازاي يعني اي موهبه يعني بيكون عنده سواء الغناء او الشعر او ما شابه ذلك، كل الحاجات دي يعني بيدعمها معالي الوزير اللواء دكتور خالد فوده يعني وبقوه، حتى يعني تصل لهدفها يعني وتحقق الموهبه اللي عندها وتكبر. بالمناسبه يعني عندنا فريق كره قدم شرم الشيخ وطور سيناء يعني بداوا يدخلوا في الدرجه الثانيه، والله يعني دي حاجات يعني ما كانتش في مخيلتنا في يوم من الايام ان فعلا فرق لكره القدم ده بدعم علي اللواء دكتور خالد فوده فعلا في الاونه الاخيره، يعني بيدعم الشباب بقوه في سبيل يعني عمل طفره شبابيه في المحافظه. عظيم. ده يخليني بقى اسالك اخيرا عن طموحك اللي جاي، هل انت خلاص وصلت لهذه المكانه واكتفيت؟ بس من خلال كلامك كده انت لسه عندك كتير. عايز اقول لحضرتك ان الاحلام لا تسقط بالتقادم، يعني مهما وصلت لا انت عايز اكتر واكتر. انا نفسي في يوم من الايام الاقي كل شبابنا في جمهوريه مصر العربيه فعلا حققوا اهدافهم، وشبابنا هنا في المحافظه حققوا اهدافهم، شباب منتج يعني شباب قادر على الانتاجيه، شباب عنده فكر، شباب بيطور بلده، عنده يعني مسؤوليه مجتمعيه قويه، يعني شريك في عملية التنمية على أرض المحافظة، وده اللي بيقوم به سيادة اللواء دكتور خالد فودة، يعني حريص كل الحرص أنه فعلا يشرك شبابنا يسمع لهم. بنعمل زي عصف ذهني في كل المشروعات اللي مثلا لو وخاصة اللي بتمس الشباب، قالك لا لازم نسمع للشباب نشوف رأيهم في الموضوع ده إيه. صحيح. والله يعني بنعمل لهم زي عصف ذهني، نقعد معهم إيه رأيكم في المشروع ده، كل الحاجات دي يعني عشان هم اللي هيستفيدوا بيها في النهاية، وبالتالي هم أدرى إن إزاي تنفذ يعني على أرض الواقع. وبالتالي إحنا حريصين كل الحرص إن إحنا نعمل عصف ذهني، حريصين كل الحرص إن إحنا يعني ننفذ مشروعات تتوائم مع الثقافة البدوية في كل التجمعات أو في المدينة نفسها. كل الحاجات دي يعني وأكثر ده بتوجيهات معالي اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء. فخورين بيك يا جبريل كشاب مصري عنده طموح وعنده فكر وعنده ثقافة وعنده وعي، وبنتمنى لك طبعا كل التوفيق. جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء، شكرا جزيلا ليك. ربنا يخليك يا محمد بي، وصباح الخير على حضرتك، ونتمنى الخير لمصرنا ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. شكرا جزيلا ان شاء الله. مشاهدينا لسه لقاءاتنا مستمرة مع حضراتكم من طابة، وحلقتنا من صباح الخير يا مصر لسه مستمرة مع حضراتكم، لكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. كنا في مقدمة هذه الحلقة بنتكلم مع حضراتكم عن استرداد طابة، وهذه القصة الكبيرة اللي يمكن الأجيال الجديدة والشباب الصغير لسه ما يعرفوش عن هذه القصة الكثير. طبعا ماراثون دبلوماسي كبير خاضته مصر في هذا التوقيت من أجل استرداد طابة، وكنا بنتكلم عن النقطة 91 الحدودية اللي من بعدها بدأت بقى تختلق إسرائيل العديد من المشكلات وتضيف العديد من النقاط، حتى وصلوا ل 14 نقطة حدودية عليهم مشاكل. لكن الفريق المصري كان عنده إصرار وكان عنده عزيمة أن احنا نسترد هذه الأرض. البعض ممكن يسأل إيه أهمية طابة؟ احنا بنتكلم في كيلو متر مربع، يعني ما هيش المساحة الكبيرة، لكن ده بيؤكد زي ما قلت لحضراتكم أن مصر ما بتسيبش أرضها وما بتسيبش حقها. زي ما اتكلمنا في البداية جمعنا الخرائط والوثائق، وكان أهم حاجة في الموضوع هم شهود العيان. نتكلم بقى عن دور القبائل في دعم الدولة في هذا التوقيت من أجل إثبات أحقية مصر
في طابة ودورهم المستمر على مدار الزمن، دعم القبائل لا ينقطع تماما عن دعم الدولة ومساندتها في عملية التنمية. في هذه الفقرة هيكون معنا طبعا الشيخ سلامة مسمح، هو شيخ مشايخ الإحوات اللي منورنا. يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، صباح الخير عليكم وصباح الخير على الشعب المصري الكريم، وبنهنئ أنفسنا ونهنئ القيادة السياسية ونهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير طابة، آخر متر حررناه في سيناء. يا أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب فنان. السؤال اللي نبدأ بيه، إحنا إزاي كقبائل دعمنا الدولة في هذا التوقيت؟ وأعتقد أن جد حضرتك كان ليه دور في هذا الأمر. والله ودول حضرتك على حاجة، إحنا يعني مهما نوصف النهاردة بعد 35-36 سنة من استرداد طابة، مهما نوصف النهاردة اللي حصل في استرداد طابة وإزاي طابة رجعت وسين عموما ازاي رجعت، يعني بس احنا النهارده ممكن نكون نتكلم عن طابه لان هو عيد تحرير طابه. عايز اقول لحضرتك زي اي حد من الشعب المصري ضحى، الناس في سينا برضو ضحوا هنا كتير، وكل الشعب المصري ضحى من اجل استرداد اخر شبر في سينا. وطابه طبعا زي ما حضرتك ذكرت طبعا كان فيها مراوغات كتير في استلام طابه، لان هي طابه تستحق فعلا انها يكون تيجي بالشكل دوت، لان طابة يعني فعلا هو الاحتلال لما كان ماسك في طابة ما كانش ماسك عشان هي شويه جبال وشويه ميه، لا طابة ليها اهميه استراتيجيه كبيره. ولو حضرتك بصيت على طابة، طابة بتبص على اربع دول، الموقع بتاعها موقع استراتيجي، مكان مميز، فبالتالي كان فعلا الاطماع الاسرائيليه كان موجوده في طابة. الاسرائيليين من ساعه ما دخلوا سيناء وهم هدفهم كبير ان طابة تبقى جزء كبير من اسرائيل، او يعني من مرشراش، لان مرشراش طبعا برضو لها موضوع. فكان اول حاجه اتعمل هنا يعني طابة كان محل اهتمام ليهم انهم يعملوا فيها الفندق ويعمل فيها انشاءات ويبقى يحطها من ضمن المخطط بتاعه، فكنه يعني زي حد عارف انا هخرج من كله بس الحته دي انا مش هخرج بتاعتي هضم. انا طبعا عندي بتضم برضو من المعالم التاريخيه اللي فيها، انا بتضم عندي حاجه اسمها شجار الدوم. شجار الدوم دي اشجار معمره ليها مئات السنين، ما لهاش تاريخ عندنا، ولكن الاشجار دي الاجداد بتوارثها عبر السنين، لان كان كمان كل قبيله انت عارف حاجه لها نفوذ ولها مواقع جغرافيه. تمام. فكان منطقه طابه كان تحت شياخه القبيله عندنا، وكان لها نطاق جغرافي للشياخه من ام رشراش لغايه قلعه نويبع، بس هي الدنيا دلوقتي بتغير الاماكن والسيطره كل قبيله عليه. فاشجار الدوم عندي اشجار الدوم، وعندي ابار مي، يعني طابه دي فيها ابار مي، فطبعا دايما ابار الميه مع النخيل في عيشه، في ناس عايشه، فبالتالي طالما في ناس عايشه يبقى في ملكيات. مزبوط. فملكيه اشجار الدوم وابار الميه ده حضرتك موجود بيه حاجه اسمها السك العثماني، من ايام الدوله العثمانيه كان محتلها، او يعني كان الدوله العثمانيه مستلمه كل القطر دوت، فكان بيطلع للشياخات زي حاجه اسمها السك العثماني. السك العثماني يثبت ملكيه اشجار الدوم او النخيل او المياه في النقط دي، وده فند للادعاءات الاسرائيليه في النقطه دي تحديدا، انه قالوا تقسيم الحدود في 1906 لا طابة مش تابع الجانب المصري. بالظبط كده، في 1906 انها مش تابع الجانب المصري، وكمان ان 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 المواطنين الموجودين هنا ما هماش مصريين. فطبعا الجدي الشيخ مسمح كان هو معاه السك العثماني ملكيه اشجار الدوم، فطبعا الاسرائيليين كان من ساعه ما دخلوا وهم هدفهم الرئيسي ان هو ياخد منه الملكيه دي، الوثيقه بمعنى صحيه، وثيقه انا الحقيقه ما شفتهاش بس ولكن عرفت منه، احنا بنتوارث التاريخ عن بعض، فكان عايزينها منه. فحصلت محاولات كتير جدا ان هو ياخدوا منها، ياخدوها عشان ما تتقدمش، لا هو عايزين ياخدوها علشان يقولوا احنا اشترينا الارض دي من مواطن مصري. طبعا رفضوا، قال لهم لا ده وثيقه مش موجود معايا، وخد مهاترات كتير جدا مع الاحتلال هنا عشان يخرج من القصه دي. لما لجنه التحكيم كان موجوده هنا بعد كده، لما واحنا بنسترد طابة كان الحاجات دي قدمها للمختصين. كمان هو شهد على العلم 91، العلم 91 حاجه دي كان محطوط صخره كبيره ما بين دوله فلسطين وما بين الدوله المصريه في التقسيم تمام اللي حصل، فهم شالوا الصخره الكبيره دي ورموها في شالوها بالهليكوبتر وردموها في الوادي هنا. فهو كان برضو من ضمن شاهد رئيسي في ان الشجره ان الصخره كانت فوق جبل ونزلوها تحت في مكان المنفذ البري دلوقتي.
فلا كان في الحقيقه كان في مناوشات كتير، كان في كمان تعسف معاهم، كان في يعني الناس دي كان قعدت فتره طويله جدا هربانه في الجبل بتستخبى من الناس دي عشان ما يوصلش ان هو يبيع مكان. طبعا هم كان بالنسبه للفلوس دي الاسرائيليين كان بالنسبه لهم انه يدفع فلوس دي حاجه اسهل حاجه ما يمكن في الدنيا طبعا، ولكن هو حسب النفوس، والحمد لله يعني طبعا الناس عندنا كان واعيه. يعني انا بخلف فكره دايما ان البدو ممكن يكون، لا احنا عندنا في كل المجتمعات ممكن يكون في حد نفسه وحشه، وفي كل المجتمعات ناس كويسه، وده موجود في كل المجتمعات. يعني البدو فعلا كل القبائل مش الحيوات بس، كل القبائل فعلا ضحت في تحرير سيناء وفي جمع المعلومات وفي مساعده القوات المسلحه. وطبعا احنا انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لحد النهارده يعني هو عايز اقول لسيادتك ان دحر الارهاب طبعا بمجهود قوات مسلحه والشرطه، وطبعا بمساندتنا صحيح، ما هو الدور مستمر. وده كنت عايز اكلم حضرتك فيه دلوقتي، انه الدور لم ينقطع عند هذا الحد، الدور مستمر لحد الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، من خلال بقى زي ما ذكرنا وقت الحرب من قبليها وعمليه دحر الارهاب، مرورا بعمليه التنميه اللي بتتم. اعتقد انه الدولة ما كانتش تقدر لوحدها بدون دعمكم ومساندتكم ليها من أجل إنشاء كل هذه المشروعات اللي تمت هنا في جنوب سيناء. أنا ودول ستك إحنا النهاردة معلش يعني هي الدولة بتعمل لمين؟ بتعمل للمواطن، وإحنا جزء من هذه المواطن، إحنا دورنا وواجب علينا إن إحنا نساعد الدولة في إنها تفرض الاستقرار وتفرض الأمن. واحنا لو ما عملناش كده يبقى احنا معلش يعني ما نستاهلش ان احنا نقعد يعني نعيش على الارض دي. فاحنا يعني اول حاجه انت عارف حضرتك ان كل المجتمعات، ولكن البدوي عنده بيتسبش بالارض اكتر من اي حد، لان هو ما عندوش مكان تاني. يعني البدوي ما عندوش امكانيه ان هو او ما عندوش فكره ان انا اسافر بره هتشتغل بره، ما عندوش فكره ان انا مثلا ممكن اروح محافظه تانيه، لا هو انا هموت هنا، انا هعيش هنا حلوه مره هعيش او اموت هنا. فبالتالي ما بيحصلش حاجة يعني ما حدش بيساعد على حاجة تكون مضرة إلا اللي هو نفسيته وحشة، وفي الآخر هو بيندم وبيرجع. إنما الغالبية العظمى لا، طبعا إحنا كلنا بنخاف على الأرض دي، كلنا مساندين للدولة، إحنا كلنا مساندين لقرارات القيادة السياسية، وإحنا خلف القيادة السياسية وخلف القوات المسلحة في دحر الإرهاب وفرض الأمن وسيطرة هيبة الدولة على سيناء بالكامل. عظيم. جنوب سيناء هي محافظة سياحية من الدرجة الأولى، فيها كل أنواع السياحات، ولو هنتكلم عن طابة فيعني حدث ولا حرج، الناس يعني بتقطع المسافات عشان تيجي لطابة للاستجمام، للراحة، للسياحة العلاجية، للسياحة البدوية اللي بقت جزء مهم جدا من الإقبال، أو بتشوف جزء كبير من الإقبال من المصريين. يعني الناس بتيجي من المحافظات المختلفة عشان تشوف طبيعة الحياة هنا عاملة ازاي. لو تكلمنا عن السياحة بشكل عام في طابة خلال الفترة اللي فاتت عاملة ازاي؟ يعني انا عايز اقول لستك احنا حتى هناخد كمان نموذج من ما قاله اسماعيل محافظ امبارح، ان هدف كمان الاحتفال ده ان احنا نبعث طمأنينة للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية. احنا الحقيقة لا، خليج العقبة لا، خليج يتميز بكل انواع السياحة، كمان عندنا مطارات، عندنا مواني برية، عندنا مواني بحرية. يعني أقول لحضرتك في فنادق، بدأنا طبعا نسمع السادة المشاهدين بدأنا نسمع دلوقتي صوت في الخلفية الاستعدادات طبعا لمراسم رفع العلم اللي هتتم إن شاء الله بعد شوية. بدأت بقى الفرقة زي ما حضراتكم كده أكيد سمعين الصوت طبعا وشايفين في الخلفية الاستعدادات بدأت، وبدأت المزيكا، بدأ العزف، الأناشيد الوطنية والفرق موجودة، وكان تحضيرات شغالة من بدري الحقيقة يا شيخ سلام. زي ما بقول لستك احنا يعني بنطمن السياحة الداخلية قبل السياحة الخارجية ان احنا امان، وان احنا يعني مع القوات المسلحة والشرطة ان احنا برضو جزء من يعني ان احنا بنأمن هذا البلد، البلد امن. واحنا يعني بنتمنى من كل المصريين يجوا يزوروا طابة، يزوروا نويبع، يزوروا دهب، يزوروا شرم الشيخ، دي اماكن يعني بجد تستحق ان الناس تزورها. لا والجو واحنا كمان بنطمنهم ان مفيش اي يعني مفيش حاجة تمنع انهم يجوا هنا. عندنا طرق ما شاء الله جميلة من النفق لغاية طابة بالضبط ساعتين ونص. عندنا عندنا طيران على مطار شرم الشيخ داخلي، ولكن احنا بنقول ان طابة فعلا تستحق ان السياحة الداخلية تزورها
قبل السياحة الخارجية. صحيح، كنت لسه بقول لحضرتك كمان الجو بشكل عام في المدينة يعني تقريبا رائع طول السنة، زي ما انت حضرتك شايف احنا في مارس شوف درجة الحرارة النهاردة 22 23. عايزين يجي نعيش هنا بقى يا فندم. احنا بندعو كل المصريين يجوا يعيشوا معانا هنا، احنا البلد واسعة وتشيلنا كلنا. ربنا يخليك يا فندم. طيب لما نتكلم عن المشروعات بقى اللي اتنفذت كمشروعات خدمية وتحديدا لخدمة الشباب، كنا لسه بنتكلم مع جبريل فتيح معون المحافظ دلوقتي عن تواصل المحافظة بشكل عام مع الشباب. انتوا هنا حاسين بايه من خلال هذه المشروعات؟ هل هذه المشروعات بالفعل بتمس الشباب؟ الشباب محتاج ايه من ابناء مدينة طابة؟ اولا احنا من لا يشكر الناس لا يشكر الرب. احنا فعلا يعني احنا بنقدم شكر كبير للقيادة السياسية على اهتمامها بسيناء خصوصا، واهتمامها كمان الخاص بخليج العقبة. الحقيقة احنا الكلام ده مفتقدينه من 30 سنة. احنا اخر سبع سنين دول احنا الحقيقة اللي كان المفروض يتعمل لنا في 30 سنة احنا بنشهد انه اتعمل لنا في فترة صغيرة جدا. احنا كمان حظنا حلو ان احنا معنا سيادة اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبعدين يعني الحقيقة ما بيستناش لما نوصله في المكتب، هو بيروح كل نجع، هو بيروح كل تجمع، هو بيروح عند كل حد عنده فرح، بيروح عند كل حد عنده عزة. الحقيقة الشباب والمشايخ كلنا بنطلب منه مباشر على أرض الواقع. احنا الحقيقة عندنا افتتاحات امبارح كبيرة في النقب. صحيح. قرية النقب لسه منضملنا من شمال سيناء، بس هي كانت على أطراف شمال سيناء من ساعة ما هي تبع شمال سيناء. النهاردة هي بقى تبع جنوب سيناء بقى لها بتاع سنة الحمد لله. امبارح سيادة المحافظ حط حجر الأساس لستين بيت بدوي. صحيح. ومكتب بريد على أعلى مستوى زيه زي اللي موجود في شرم الشيخ، ملعب خماسي، وكمان توفير عربيات المية اللي صالحة للشرب. وكمان تمام. كان بيفكر في ان احنا لازم نشوف أبار مية ونحفر ونوفر مية. صحيح. ذاتي في المنطقة دي. الحقيقة ده انجازات احنا بتتم في وقت صغير، وطلبات كبيره بتتم في وقت قصير. والاهم طبعا هو قياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمه والتواصل المباشر معاهم. زي ما حضرتك ذكرت كل الشكر ليك، حضرتك شرفتنا ونورتنا. الشيخ سلامه مسمح شيخ مشايخ الاحياء، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك، نورتوني يا فندم. مشاهدينا لسه لقاءاتنا مستمره مع حضراتكم، لكن نرجع للاستوديو مره ثانيه. اتفضلي يا منى. شكرا لك يا شاذلي. مصر خلال الفترات الأخيرة اتعرضت لحزمة من التحديات والمخاطر الأمنية، لكن مصر كانت جاهزة ومستعدة ووضعت سيناريوهات للتعامل مع كل المواقف. تفاصيل وافية في التقرير اللي جاي، خلينا نتابع مع بعض. موقع مصر الاستراتيجي وفاعلية دورها الخارجي ومكانتها التاريخية، كلها أمور جعلت مصر في مواجهة العديد من التهديدات المحيطة والمخاطر القريبة. ففي كل اتجاه تقريبا تواجه مصر تحديا أمنيا خطيرا يهددها بشكل كبير، لعل من أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتهديد التهجير. وتحتل القضية الفلسطينية أولوية لمصر، حيث تتحمل القاهرة مسؤولية كبيرة إزاء القضية كونها جزء أصيل من الأمن القومي المصري، وأي تطورات أمنية في قطاع غزة تنعكس بدورها على الأمن القومي المصري. يظل الموقف المصري تجاه أي تطورات أمنية مرهونا بمعاهدة السلام مع الطرف الإسرائيلي. كانت الحرب الإسرائيلية في غزة دليلا واضحا على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية والدعم لاستقرار وتهدئة الصراعات في المنطقة وفي الغرب. ما زالت الأزمة الليبية تحتل أهمية للدولة المصرية بسبب علاقات الأخوة بين البلدين، وبجانب أيضا تهديدها لأمن مصر القومي من الجهة الغربية، وهو ما يستدعي القاهرة لمراقبة الوضع والحذر من أي تطورات. وفي الجنوب لم يختلف الوضع كثيرا، فالأزمة السودانية تمثل تهديدا للأمن القومي المصري بسبب المكانة الجغرافية للبلدين بجانب الروابط التاريخية التي تربطهما. من ناحية أخرى تشهد الممرات الملاحية عمليات تهديد دولية، من أهمها التهديدات في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي، حيث جاءت الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزادت اهتمامها بمنطقة البحر الأحمر بهدف حماية وتأمين السواحل الجنوبية للبلاد وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق هذا الممر الملاحي الهام. ومن مظاهر هذا الاهتمام افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة برنيس العسكرية في 15 يناير 2022، لتعلن مصر جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، بالإضافة
إلى انضمام مصر إلى عضوية مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي أنشأته الرياض في يناير من عام 2020 بهدف الحد من مخاطر والتهديدات التي يتعرض لها البحر الأحمر وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية. كما تشترك مصر في العديد من المناورات البحرية المشتركة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر لتصبح الحارس الأمين للملاحة في البحر الأحمر. هي إذن تحديات كبيرة وخطيرة تهدد الأمن القومي المصري وتستدعي انتباه القاهرة وتأهبها لأي تطورات. هي تحديات ومخاطر أمنية عديدة كما تبعنا في التقرير، واجهتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وعلى كافة الأصعدة، الصعيد السياسي والعسكري والتنموي أيضا، رحلة من التحرير إلى التعمير إلى التنمية، زي ما تابعنا من طابة لقاءات مستمرة ومتواصلة وبتسلط الضوء على وجه سيناء الجديد، وجه سيناء اختلف بشكل كبير، تنمية في كافة المجالات المختلفة بتخدم المواطن السيناوي بشكل مباشر. هي رحلة فيها مواجهة لهذه التحديات الأمنية، لكن في نفس الوقت كمان يد التعمير مستمرة في البناء وإقامة مجتمعات جديدة داخل سيناء. لسه التغطية مستمرة، النهاردة يوم خاص جدا بنحتفي فيه مع حضراتكم بذكرى يوم الشهيد، يوم من أعز الأيام وأغلى الأيام للمصريين جميعا، مفيش أغلى من دم الشهيد اللي تقدم على مر حروب متواصلة وعلى مر الفترات الماضية لفداء لهذا الوطن ومن أجل كمان حماية المواطن بشكل كبير. مكملين مع حضراتكم، تابعونا في هذه الحلقة الخاصة ما بين استوديو صباح الخير يا مصر وطابة. نروح دلوقتي مع حضراتكم وموجز لأهم وآخر الأنباء، موجز التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة مع دينا شرف، ونصبح عليها مرة تانية. تفضل يا دينا. شكرا لك محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، جاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وجاءت خطبة الجمعة بعنوان يوم الشهيد يوم بر ووفاء، وأكدت على حرص الأديان السماوية على تعظيم فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا في رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت برج المصري السكني وسط مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. أفادت وسائل أعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة تول كرم ومخيم نور شمس بعد اقتحام استمر ما يقارب من 8 ساعات. وقامت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام بتدمير البنية التحتية والممتلكات، واستهدفت طواقم الصحفيين وسيارات الإسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه قبالة غزة لإيصال المساعدات
ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوما، وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من 2000 جندي. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن الجيش الأمريكي سينشئ رصيفا بحريا عائما قبالة سواحل غزة لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسوم فيها وتفريغ بضائعها في قوارب أصغر تنقل هذه المساعدات إلى جسر بحري يتم ربطه بشاطئ غزة، ومشيرا إلى أن هذا الميناء يمكن أن يوفر أكثر من 2 مليون وجبة يوميا لمواطني غزة. أعلنت كندا عزمها استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقال وزير المساعدات الدولية الكندي أحمد حسين إن أوتاوا لم تحدد بعد الإطار الزمني لاستئناف التمويل، وكانت كندا أعلنت وقف التمويل في 26 من يناير الماضي بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالاشتراك في أحداث 7 أكتوبر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقتها قوات الحوثي في منطقة البحر الأحمر. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات المسيرة شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة. يذكر أن الجيش الأمريكي قد أعلن أنه نفذ ضربة ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق سيطرة قوات الحوثي في اليمن في وقت سابق. دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد، وأيدت 14 دولة نصا اقترحته بريطانيا، وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار. ختام موجز 9 فاصل، ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، ولسه لقاءاتنا مستمرة مع حضراتكم من طاب. هي النهاردة وإحنا بنحيي ذكرى استرداد هذه الأرض الغالية جدا على قلوب شعب مصر، وكمان في يوم الشهيد لازم نتكلم عن أهمية هذه المدينة، مدينة طابة أهميتها إيه؟ البعض ممكن يتساءل ويقول يا جماعة ده هي كيلومتر مربع، يعني إيه الداعي إن إحنا نخوض هذه الحرب الدبلوماسية الشرسة من أجل استرداد هذه الأرض؟ إيه الأهمية اللي بتمثلها مدينة طابة بالنسبة مش لجنوب سيناء بس، بالنسبة لمصر كلها؟ إيه أهم المشروعات كمان القومية العملاقة اللي اتنفذت في جنوب سيناء بشكل عام وتحديداً في مدينة طابة، وإحنا طبعاً بنحتفل دلوقتي بالأعياد القومية لمحافظة جنوب سيناء؟ كل هذه التفاصيل هيجاوبنا عنها سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللي منورنا. أهلاً بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا مره اهلا حضرتك. طيب سعداء بيكم في هذه المدينه الجميله، المدينه يعني الباسله. احنا اللي بنفرح يا فندم لما نيجي هنا. لا والله اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. في البدايه لو نجيب عن تساؤلات الناس، ايه اهميه طابه بالنسبه لمصر؟ في الحقيقه الاول بس خليني اهني الشعب المصري بالعيد 35 لعوده طابه الى حضن مصر الام. اللي عايز اقول بس ان هو التاريخ العوده كان 19 مارس، النهارده احنا بنقول 9 مارس يوم الشهيد، تيمنا بهذه الذكرى الجميله المحترمه اللي المصري كلها بتحترمها اللي هو يوم الشهيد. احنا كان عندنا شويه ظروف الفتره الجايه عشان تعرف ظروف رمضان وخلافه، فقلنا ننتهز هذه الفرصه ويبقى النهارده احتفالنا كبير يتماشي ايضا مع يوم الشهيد. ولما لا، وهذه المدينة احتضنت شهداء كثير، أرض سيناء احتضنت شهداء كثير، ففي الحقيقة هو احتفال لمصر كله النهاردة في يوم الشهيد وأيضا في تحرير طابة. المدينة دي طبعا أنت بتدي مثل وبتضرب مثل أنك لن تستطيع أن تترك حبة رمل واحدة في يد أي محتل. ده المغزى بقى، أن أنت لغاية آخر لحظة دخلنا أرضنا دي إزاي؟ بالحرب، بالدبلوماسية، بالتحكيم. اخر حلقه لينا كانت التحكيم، واخذنا اخر حبه ارض رمله من ارضنا بالحقيقه يعني. فده مغزى كبير قوي. اهميه المنطقه طبعا انت عارف مدخل
للمحافظة، مدخل البحر الأحمر من جهة الشمال، في 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 الأمام أو الجانب الآخر أو في اتجاه الشرق هتلاقي الأردن وهتلاقي السعودية وهتلاقي الجانب الآخر متوسطة، مكان يعني جغرافي رائع. ف ميناء فيها مكان إن شاء الله تعمل فيه ميناء. عايز أقول لك كل الكلام ده كله أهم، المنطقة دي أهمية كبيرة أوي. مشروعات طبعا إحنا بقالنا 10 سنين بنعمل مشروعات عملاقة في جنوب سيناء. طب إيه حظ طابة؟ تمام، أنت كنت معانا امبارح وشفت إن إحنا افتتحنا في قرية بسيطة عادت إلينا بعد ما كانت ضمة على شمال سيناء بعد تعديل الحدود، أصبحت في حيازة محافظة جنوب سيناء. بعيدة 600 كيلو. عايز أقول لك نحن نبسط أزرعنا في جميع على جميع أراضي المحافظة. كان في مراسم لدخول هذه القرية المحافظة، كل المديرين راحوا، المحافظ بعد كده راح عمل لقاء، اتغدى مع المواطنين، المواطن البسيط اللي قاعد ورا المطار طابة في آخر الدنيا عشان نفهم احتياجاتهم. فهمت احتياجاتهم. احنا امبارح كنا بنفتتح ملاعب، كنا بنفتتح منطقة بريد. على فكرة الواحد يقول لك هو ايه منطقة ده البريد ده مهم جدا مهم جدا. اولا كانش بيعرف يصرف مرتبه، ما كانش يعرف يتحرك، كان بيجي يصرف مرتبه بيمشي 60 كيلو المسافة من القرية لطابة مكان اللي احنا قاعدين هنا عشان يجي يصرف مرتبه عشان يعمل ورقه او يختم حاجة او كلام من ده، كان بيقطع 60 كيلو. لا احنا النهاردة فتحنا له مكتب بريد، وكمان عشان الموظفين يبقوا مطمنين اتبنى لهم استراحة خلف مكتب البريد، بحيث ان احنا بنقول الموظفين اللي هيشتغلوا في مكتب البريد يعني مشكلة ان هم هيباتوا فين، صحيح تعمل لهم استراحة. وده فكر احنا ماشيين عليه، فكر احنا ماشيين بيه من زمان. يعني نعمل مدرسة، نعمل في دارها اماكن لولادنا المدرسين يسكنوا فيها يعيشوا فيها، نعمل اي حاجة لازم بنعمل حساب اللي جاي من الخارج ده، لان مش كل الكوادر عندي او مش كل الكوادر عندي هنا في القرية في طابة عشان اجيبهم يشغلوا مكتب البريد. لو في وهي الأولوية الأولى هنا في محافظة جنوب سيناء للمواطن السيناوي، أولوية التشغيل للمواطن السيناوي. فعايز أقول لك محطة مية يمكن بعد ما إن شاء الله أرفع العلم دلوقتي هتحرك افتتاح تجريبي، يعني لأنه طبعا عشان أفتحها لازم طبعا قيادات كبيرة هتيجي ووزير الإسكان، لأن محطة 5000 متر مكعب مية دي هتغزلي المدينة كلها، ودي مهمة بديلك في الحاجات المهمة. مكتب البريد، المية، الرياضة. الرياضة امبارح احنا فتحنا ملعب خماسي، الأول ملعب خماسي في المنطقة كلها هناك. طيب أنا كان معنا رجال أعمال، أحد رجال الأعمال قال لك وأنا هعمل لك برضو ملعب متعدد، يعني ينفع طايرة، ينفع سلة، ينفع كرة يد. وخلاص كان موجود مدير لازم يشاركوا، وهينزل يعرض عليه المقترح، وهو اللي متكلف ان هو يقيم هذا الملعب المتعدد. ايضا احد الرجال المحترمين من البنك الزراعي قال الفريق انا متكفل بكل مصاريفه. الفريق ده اولاد هناك في طابة 10 سنين 12 سنة ولاد صغيرين، احنا متكفلين لبس وكور ودعم مالي وغذائي وكل حاجة بهؤلاء الاولاد. يعني عايز اقول لك الخير موجود، الخير موجود في البلد. طبعا البنك الزراعي جاب لنا 1000 كرتونة، وامبارح السيد رئيس البنك بنفسه موجود معانا هناك، السيد رئيس هيئه البريد بنفسه فتح المكتب ده حاجه ده دي كلها رموز كبيره. صحيح. المواطن بيشوفها بترفع حبه واعتزازه لبلده. طيب حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا وهي ايه؟ فكره التشغيل. مين اللي هيشغل هذه المنشآت بعد ما تنتهي؟ فقلت ان في اولويه لو عندي الكوادر المؤهله في اولويه ليه. أيوة طيب مزبوط. هل احنا عندنا خطه ان احنا نعد هذه الكوادر؟ عندنا خطه، واحنا دلوقتي ماشيين في التعليم. احنا عندنا طبعا مدارس وي، عندي مدارس توي، عندي مدارس فندقه، غير بقى المدارس الثانوي. والثانوي بيطلع بقى على جامعه الملك سلمان، جامعه الطور، تمام، جامعه الازهر،
ده الثانوي. بقيه الاولاد اللي هم ما بيحبوش يكملوا بيروحوا التمريض. تمريض كتير قوي عليه اقبال كبير قوي. ثم مدرسه وي عشان خاطر بيتعلموا اعمال في شغلهم في صيانه المحطات وكلام من ده. موجود عندي مدرسه وي السنه دي فتحت. عندي مدارس ثانوي صناعي. عندي مدارس ثانوي زراعي. كل ده اولادنا بيتعلموا وبيدرسوا بيطلعوا هيشتغلوا. انا بكلمك على الكوادر بقى اللي هم مثلا دكاتره في الهندسه دكاتره. دي بنحاول في يوم الايام هنوصل لها صحيح مع الوقت في يوم الايام هنوصل لها. اضرب لك مثل. انا كنت مع الدكتور ايمن عاشور في جامعه الطور في كليه الطب في جامعه الطور. انا طبعا دخلنا مرينا كل اللي واقفين دكاتره سيدات صغيرين فبيقولوا لي احنا من الطور. ادي اول الغيث. فدول هيبقوا بعد كده استاذ مساعدين وهكذا. فعايز اقول لك بدينا نهضه تعليميه كبيره جدا في ظل العشر سنوات الماضيه. ده اللي اقدر اقوله لك. تمام سياده المحافظ. انت عندك هنا مقومات اي دوله في الدنيا بتتمناها. مقومات سياحية جبارة موجودة جبارة هنا أي دولة بتتمناها. لكن إزاي نقدر نستخدم هذه المقومات؟ إزاي نقدر نستغلها الاستغلال الأمثل؟ يعني حضرتك ذكرت مثال دلوقتي إن في حد من رجال الأعمال هيشارك مثلا في الملعب المتعدد، حد تاني هيدعم بطريقة أو بأخرى. إحنا عايزين نزود الدعم أكتر من كده عشان نستغل كل المقومات الموجودة هنا. بالتالي أنا عايز أقول لك يعني فعلا رجال الأعمال هنا كلهم ليهم أيادي بيضاء علينا في المحافظة. وفي الحقيقه طالما بيثقوا فيك بتطلب منهم اي حاجه بيدوك. اما طلبت من رئيس البنك الزراعي يجي وصل. اما طلبت من رئيس لجنه الزراعه مجلس الشيوخ الدكتور عبد السلام الجبلي حضر. لما قلنا لرئيسه البريد رغم انه مكتب وصغير وفي اخر الدنيا حضر. الناس دي بتيجي بتساعد، الناس دي بتيجي بتحل مشاكل المواطن. فدول بيدعموني، رجال الاعمال بيدعموني. ففي الحقيقه ليهم لا وكتنفيذيين بتساعدوهم كمان. بالظبط كده. انا بساعدهم. انا يعني بس عايز اتكلم حته صغيره على المغزى الاحتفال اللي احنا عملناه امبارح بالليل. انا جايب اعلام كبير كتير جدا مش عشاني. المدينه نسب الاشغال بتاعتها ضعيفه. فانا الناس خايفه ودي نقطه بقى عايزين ناكد عليها ونقف عندها شويه. كمستثمرين انا جيت بنفسي. لا مش مستثمرين. ما حدش بيجي. الناس خايفه تيجي طابه. ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ وفي ايه في طابه ان الناس ما تجيش؟ وبعدين يعني انا جيت بقى ومعايا فنانين ومعايا رجال اعلام ومعايا صحافه وقلت لهم صوروا ونزلوا غيروا الفكره اللي في الاذهان. ليه؟ السياحه ده اصلها يعني ما تروحش. لا ده في خوف، ده في ضرب. لا ولا في ضرب ولا في خوف ولا في اي حاجه. طياره كده ممكن تطلع خالص. انا رحت جد بنفسي واستغليت اليوم امبارح اللي هو ان شاء الله في انتظار شهر رمضان الكريم. فقلنا ننهي بقى شهر شعبان ونقول للناس هنا برضو مكان رائع ممكن تيجي تقعد فيه يومين ثلاثه في رمضان لان هادي جدا امن جدا. ده اللي انا الرساله اللي انا عاوز اوصلها ووصلتها والاعلام ركز عليها امبارح عشان عايز اقول يعني احنا واخدين احسن منتجع سياحي امن في العالم اسمه شرم الشيخ. على فكره الناس بس تقف تحط كام خط كده تحت العالم. صحيح. مش اقليمي. لازم نبارك لحضرتك عليها دي. يعني انا عايز اقول لك احسن منتجع سياحي امن في العالم. برضو لازم يتحط عليه اعلام اكتر من كده، يتحط عليه هايلايت اكتر من كده. يعني انا على فكره انا قعدت في برلين 3 ايام وجيت وجمعه كنت هنا. ما كانش في مظاهر ابدا هناك في برلين عن ان مدينه شرم الشيخ اخذت احسن منتجع سياحي عالمي. ودي انا يعني عايز اقول مفروض ان احنا واحنا بنتحرك كنا جهزنا كنا عملنا احتفاليه ببرلين. لان او كنا حطينا الشريط اللي اتعمل هنا في شرم الشيخ عشان اللي جاي هناك ده في ناس مستثمرينك ما يعرفوش ان احنا خدنا احسن سياحي عالمي في العالم. فدي بتعمل دعايه حلوه. صحيح. دي وده يخلينا نستعد يا فندم بقى بالزبط. لوفود سياحيه كبيره. بالظبط. فانا وقفت بنفسي على هذا يعني هو خطا بسيط
انما في معناه كبير. يعني ازاي انت تاخد احسن مدينه مقصد سياحي امن في العالم متروجلوش؟ احد رجال الاعلام الكبار من 3-4 ايام كتب كده، قال الجائزه والمحافظ، قال انتوا خدتوا جائزه والمحافظ بتاعكم طلع احسن محافظ في لمدينه سياحيه، طيب فين ده؟ انا ده امانه، ده دور طبعا لحضرتك، ده دور لازم كلنا نكون الاعلام. انا جيت طابة عشان لقيت طابة ما فيهاش سياحه، جيت طابة عشان اثبت للعالم ان احنا امبارح مخلصين حفله 11 بالليل والدنيا جميله وحفله وطنيه، يعني ما حدش يفتكر ان احنا لا، حفله وطنيه اناشيد والاحياء ولادنا، كورال نويبع، كورال طابة، كورال شرم الشيخ، ولادنا احنا اللي احيوها، ومع عشاء بسيط كده وجبنا رجال اعلام ورجال اعمال وجبنا الناس دي كلها عشان بس اثبت للعالم ان هذا المقصد امن، مش شرم الشيخ بس، كل المقاصد بتاعه المحافظه امنه. وحضرتك ذكرت 25 ابريل اكيد ليه استعدادات مختلفه، لانه احنا ما بقتش مثلا الاحتفال بالاعياد مجرد عروض فنيه او ما الى ذلك، لا احنا بقينا بنشوف مشروعات افتتاحات. فانا قررت ان انا افتح بقى المنطقه دي تمام، اللي هي على بعد كيلومترات مننا دي اللي احنا قاعدين دلوقتي، برصف جديد. اولا انتهاء، هم طبعا دخلت وشفت رفع الكفاءه بتتم ازاي، ويعني هم قالوا لي يا فندم اسبوعين، قلت لهم لا، 25 ابريل هاجي افتتح المنطقه كلها، مسافلته قفلت طلاء كل المباني، المباني كبيره بقى لها 20 سنه، يعني مباني قديم عمر. فاحنا بنجدد نفسنا وبنطور نفسنا، ودي مدينه سياحيه ما ينفعش ابدا يكون فيها عمارات بالمنظر ده. فاديت لهم ميعاد 25 ابريل، وده عيد مصر كلها بقى، ده عيد سينا، وده العيد اللي يمكن شمال سينا واخداه العيد القومي بتاعها، ولما لا واحنا ايضا ضمن سينا، ونفتتح ايضا برضو مشاريعنا وكل الحاجات اللي احنا جديده اللي بنعملها. عايز اتكلم كلمتين برضو عن السياحه، طالما يعني انا محافظ مدينه سياحيه يبقى لازم اهتم بالسياحه شويه. احنا دلوقتي خلاص بصدد تحويل شرم الشيخ الى مدينه خضراء، احنا حولنا اكتر من 60-70% اثناء كوب 27 في الحقيقه، وجالنا فند 7 مليون يورو من الهابيتات وبنشتغل بيه دلوقتي، وجاء مسؤول كبير منهم تمام، وشكلنا لجنه، واللجنه دي بقى لها داخله على سنه بتشتغل، طبعا وزاره البيئه ليها دور كبير قوي معانا في هذا الموضوع، بتشتغل ومعينا برضو مسؤول كبير منها، وبيجي يجتمعوا عندي في شرم الشيخ عشان ان شاء الله، هم بيقولوا من 3-5 سنين ان شاء الله هنوصل ل 100% ان مدينه شرم الشيخ خضراء تحولت. انا بحاول اخليها 3 سنين في الحقيقه. دلوقتي احنا مضينا عند وزير التنميه المحليه من اسبوعين برضو خطه لتطوير دهب، ما تطورش شرم الشيخ بس، انا بطور دهب، ودهب لا تقل اهميه عن شرم الشيخ. دهب مرصود لها 500 الجمال كله سحر برضو بكارد 500 مليون جنيه مرصود لده، نص مليار او عزيز. او اكتر عشان بنخططها من اول جديد، تخطيط عمراني من جديد، دعم مالي جديد ودعم من خارج ايضا، ووزير التنميه المحليه عمل لنا مؤتمر ورحنا ووقعنا مع المسؤولين عشان احنا بدانا نطور دهب، وسنتين عظيم سنتين. طيب يمكن احنا مركزين كلامنا شويه عن السياحه، لكن ده ما يمنعش ان في شغل في القطاعات الاخرى. مش عايز اقول لك يعني اصل لو قعدت اتكلم انا عايز ساعات. احنا معاك. التعليم عمل فيه ايه؟ الصحه اتعمل فيها ايه؟ لا بصراحه الطرق اتعملت فيها ايه؟ يعني لا، دي طفره لم تحدث في ال10 سنوات الماضيه. والداعم الرئيسي وورا كل هذه الاعمال هو فخامه الرئيس. في الحقيقه. في الحقيقه همه واهتمامه الكبير باولاده. دائم السؤال على جنوب سيناء وشمال سيناء، على البدو وعلى ولادنا وعلى احتياجاتهم، وما بيأخرش حاجه عننا. زائد رئيس الدوله كلها، ده لما خدنا المسابقه السيد رئيس الوزراء طلع بيان
وفي الحقيقة يعني أثنى على الجميع وأثنى على الجهات الحكومية، لأن إحنا ما كناش شغالين لوحدنا، ده كنا شغالين برئيس بيتابع من فوق، رئيس وزراء موجود معنا على الأرض، وزراء الاتصالات والكهرباء والسياح كل دول كانوا موجودين معنا، والتنمية المحلية والنقل كل دول كانوا موجودين معنا بيشتغلوا معنا. فكان الثناء لينا كلنا وللحكومة وللدولة اللي هي قدرت تطلع مدينة ولا أروع، مدينة جميلة. ده مين اللي شاهد لك؟ ده اللي شاهد لك منظمة الأفرو آسيوية. عايز أقول لك المنظمة دي 92 دولة، المجلس الإدارة بتاعها 42، ال 42 دول بالإجماع يدي لك 100%. ما كان في منافسة مع منتجات أخرى، إن يدي لك 100% إن أنت أحسن منتجع لعام 24 في العالم، آمن في العالم طبعا، شهاده كبيره، واحسن محافظ في العالم. لا ده حاجه كبيره قوي، وحاجه يعني فعلا ما خدتش حقها قوي. انما عايز اقول احنا ما بنشتغلش عشان يتقال عننا حاجه، بالعكس ده الشغل ده الجائزه دي عبء علينا عشان ما نرجعش لورا. ده الاثر، ده انا بطلع لقدام، ومش شرم وبس، ده دهب ونويبع وطابا زي ما انت شفت، وجميع مدن المحافظه. سانت كاترين دي قصه ثانيه بقى، وانت يعني حطيت بقى الوتر. هو طبعا انا خارج من عندك النهارده في على كاترين، وموجود بكره في كاترين، في زياره كبيره بكره في كاترين، مش عايز اقول ايه بس لما تحصل اللي بيتم يعني. هناك يعني هنشوف ايه اللي بيتم وايه اللي بيحصل على الارض. وطبعا سياده الرئيس دائم الاتصال ودائم السؤال على هذه المنطقه اللي سبحانه وتعالى تجلى عليها، وفيها روحانيات عالية قوي. وعايز أقول لك إن شاء الله لما تفتتح كاترين محدش هيعرف إيه المدينة دي، دي مدينة جديدة على الخريطة ولا لا، هي هتبقى على الخريطة صديقة للبيئة، ما فيهاش تلوث أبدا، فيها بعض المشيات ماشية مع البيئة، فيها فندق 5 نجوم جديد خلاص بكرة إن شاء الله هيستلمه. يعني عايز اقول لك كل ده بيتم على ارض جنوب سيناء، حاجات كتيره قوي. لو هنتكلم عن الصحه، انا عندي مستشفى في دهب ومستشفى في نويبع عاليين قوي، دول اللي هيفتتحوا هذا العام يمكن في مارس او في ابريل او اخرنا 30/6، مستشفى كبير جدا في دهب، مستشفى في نويبع، وعندك تور هنستلم مستشفى الجامعي او مستشفى التور الجديده اللي زارها الدكتور ايمن عاشور. ونتمنى الدكتور خالد ابو الغفار برضه يجي زياره سريعه ليها، لانها جاهزه للافتتاح بعد وصول الاساس. هو تمام. الاساس هو اللي مأخر شويه افتتاح هذه المستشفى العالميه اللي ولادنا بتوع طب جامعه الملك سلمان هيتدربوا فيها، ولادنا بتوع اسنان جامعه الملك سلمان هيتدربوا فيها، ودي اهميتها. فاحنا فعلا بنسرع في افتتاحها، عشان انا عندي كليه طب دلوقتي، حد كان يحلم ان احنا عندنا جامعه؟ مفيش ولا جامعه. حد كان يحلم ان عندنا مدرسه ثانويه عسكريه؟ عندنا 9 مدارس ثانويه عسكريه. الكلام ده في 10 سنين، بكلمك على 10 سنين، ودول اللي هيشغلوا المشروعات بعد كده. 10 مدارس ثانويه عسكريه، ما كانش فيه ولا مدرسه، ما كانش فيه ولا جامعه. دلوقتي انت عندك جامعه الملك سلمان، عندك الازهر هتبتدي عايزه تعمل حاجه، عندك جامعة حكومية في برديس، جامعة السويس فرع جنوب سيناء دي يعني على آخر العام. فعايز أقول يعني طفرة كبيرة جدا، قلت لك على الصحة، بقول لك على التعليم، كله بالتزامن يا فندم، كل المشروعات كل ده بالتزامن. يعني احنا المستشفى دي مفروض 30/6 نفتحها، لأن أولادنا اللي في طب الملك سلمان، ما هو لازم كلية الطب يبقى في مستشفى عشان يتعلموا فيها أولادنا. صحيح. وهكذا. فإن شاء الله جامعة الملك سلمان مستشفى الطور الجديدة كما أطلق عليها هيبقى متنفس لأولادنا اللي في الجامعة، يروحوا يتدربوا فيها قبل ما يتخرجوا. فكل ده ما يعني معمول حسابه. لو هتقول طرق، محدث ولا حرك بقى، احنا معديين 1000 كيلو في 10 سنين دول طرق، منهم طريق دولي عالي قوي من نفق لشرم الشيخ 334 كيلو، ومش بس النفق شرم الشيخ، ده النفق طابة، وانت ممكن تروح دلوقتي 270 كيلو تروح على النفق وتنزل على مصر 270 كيلو. لا بصراحة طفرة طفرة طفرة، المواني فيها طفرة،
طبعا التخطيط اللي كامل بيه الوزير يتكلم عليه وقال ان احنا يبقى في رصيف عشان نعمل محطة نوصل يوصل طابة بالعريش، لا خطة ونتبعها تماما وجاهزين ليها تماما. تمام. وعايز اقول لك كل دوت يعني نتاج دعم وتوجيهات القائد اللي هو فوقينا كلنا، اللي هو بيوجهنا وبيتابع لحظة بلحظة. طيب حضرتك من اكثر الناس دراية بهذه المنطقة اللي حضرتك بقالك فترة كبيرة محافظ لجنوب سيناء، ففاهم كل التفاصيل اللي محتاجاها كمان. المحافظة بشكل عام محتاجة ايه خلال الفترة اللي جاية؟ الناس يعني مع كم المشروعات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي واللي تم تنفيذها بالفعل اكيد قدمت خدمات لكتير من الناس، لكن اكيد في احتياجات اخرى، الناس محتاجة ايه الفترة اللي جاية هنا في جنوب سيناء؟ لا احنا انا على طول على فكرة اول باول انا انت عارف يعني احنا في تواصل مستمر مع طرق الابواب، انا بنزل روح لوزير الزراعه، عايز زراعه طبعا، ولو ان التعمير بيغطي شويه يعني في زراعه في تعمير. تمام. انا عندي جهاز التعمير عامل لي 15 تجمع زراعي، 15 تجمع زراعي، عامل لي معاصر زيتون، عامل لي بحيرات يعني في وسط التجمع الزراعي ده في حوالي 6 قطاعات سمك. يعني ميه بنحطها في احواض، نحط زريعه بنشغلها بتجيب 6 طن سمك كل حوض. تمام. التعمير بيعملها لي، يعني التعمير بيكمل الزراعة. عند الريف المصري أخد حوالي 24-25 ألف فدان، المسافة اللي من الطور حتى أبورديس اللي هي سهل القاع في الحقيقة، وبدأ وحط يفطه وحط حاجاته، احنا بس محتاجين ان هو يجي ينسق معانا، هو بيشتغل لوحده، ما ينفعش حد يشتغل لوحده، لازم نشتغل مع بعض. وانا بأؤكد صحيح نجاح شرم الشيخ ونجاح الأعمال اللي تمت في المحافظة كانت بروح الفريق، تنسيق عمل تكامل. واحد المحافظ هو قائد هذا العمل، الجميع اللي موجودين معاه بيشتغلوا بتناغم معاه، مش هو اللي عمل كل حاجة، مش هو اللي خلى شرم الشيخ تبقى مدينة عالمية، لا كل حتى المستثمرين كان لهم يد في هذا العمل. بنتمنى يتم التنسيق معنا، التأكيد على التنسيق مع المحافظة، لأن المحافظة هتساعدك وتدي لك خرائط وتعمل لك كل صحيح. حاجة. نتمنى ان الريف المصري يعمل لقاء معنا، زي البنك الزراعة دلوقتي موجود مين اللي موجود في بنك الزراعة؟ رئيس البنك. رئيس البنك. تمام. موجود، نزل لي امبارح 1000 كرتونة، انت عارف هو فين دلوقتي؟ في نخل، خد قافلة وراح نخل يودي كراتين طلع بنفسه. لا ده في عندنا في مصر قامات وقيادات وناس يعني احسن مني بكتير، مش عايز اقول انا احسن محافظ، لا ابدا ابدا، الكل بيشتغل بروح الفريق، بيشتغل مع الناس بتوعي وفي تنسيق مستمر بين كل الجهات بالزبط. وكل الاطراف. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، حضرتك شرفتنا ونورتنا سياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. مشاهدينا فقراتنا في طابه انتهت، احنا بعد قليل طبعا هنشهد مع حضراتكم مراسم رفع العلم في هذه الذكرى المهمه، ذكرى استرداد طابه. دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا من صباح الخير يا مصر. قواتنا المسلحة زي ما قدمت مثال قوي جدا في التضحية للدفاع عن تراب الوطن، كانت كمان شريك أصيل وأساسي في عملية التنمية والتطوير والنهضة الاستثنائية اللي حصلت في كل ربوع مصر. تفاصيل أكتر تعالوا نتابعها مع حضراتكم في سياق التقرير التالي. اللي بنعمله في سيناء من محاولة إن احنا يعني نعمل تنمية حقيقية لها هو في الآخر أمر مستحق تستحقه إن احنا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد. لكن انا حبيت بس اقول لينا كلنا ان احنا مش عايزين، واحنا لان احنا كنا بنفتكر في كل وقعه استشهاد نفتكر الموضوع ده، الموضوع خلص بس خلص بالثمن، ثمن كبير. القوات المسلحه هي الدرع الواقي لمصر والحصن المنيع لشعبها والضامن لاستقرارها، يضرب ابطالها كل يوم نموذجا فريدا في الفداء والتضحيه والعطاء بكل الصدق والشرف، يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على تراب الوطن وابنائه. في الوقت الذي تقف فيه القوات المسلحه على الجبهه دفاعا عن ارض الوطن وحمايه الشعب والحفاظ على امن واستقرار الدوله من التهديدات الخارجيه، لم تتوانى لحظه
للقيام بدورها في حماية الأمن القومي للدولة بمفهومها الشامل والمساهمة بشكل قوي في التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الداخلي ودعم القطاع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين والنهوض بمصر ووضعها في مكانتها بين الدول المتقدمة. تسعى القوات المسلحة لتنمية مختلف القطاعات الخدمية بالمدن والقرى في المحافظات المختلفة من خلال مشاركتها في العديد من مشروعات الطرق والكباري والمشروعات التنموية المختلفة بسواعد وخبرات أبنائها. وقد أسهمت القوات المسلحة في العديد من مشروعات التنمية لا سيما بمجال البنية الأساسية لتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي، ليس على حساب الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، وإنما تعتمد في تنفيذ هذه المشروعات على القطاع المدني المتمثل في الشركات المدنية، وتتم تحت إشرافها لضمان دقة المواصفات المطلوبة وأيضاً الالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ، حيث يشارك العديد من هيئات وإدارات القوات المسلحة لتنفيذ المشروعات التي تخدم خطة الدولة. وتعتمد القوات المسلحة في مسيرتها بمجال التنمية الزراعية والصناعية على عدة محاور، في مقدمتها التركيز على مشروعات البنية الأساسية ومنح أولوية خاصة لإقامة مشروعات تنموية بمحافظة شمال وجنوب سيناء وجنوب الوادي والمناطق الحدودية، ما يساعد على تنمية المحافظات وجذب الاستثمارات إليها والمعاونة في خلق فرص عمل لشباب الخريجين، مع الاهتمام بالتدريب والتأهيل للكوادر العامة عاملة بهذه المشروعات في جميع قطاعات العمل والإنتاج. دور القوات المسلحة في التنمية الشاملة بالدولة من واقع المسؤولية الوطنية والمجتمعية يتمثل في المساهمة الفاعلة بالاشتراك مع مؤسسات الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين. مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهاردة. كنا موجودين معاكم النهاردة في حلقتنا الاستثنائية ذكرى يوم الشهيد والاحتفال به من طابة ومن القاهرة. استوديو صباح الخير النهاردة كان مقسوم من مكانين، وحاولنا نقدم لكم الحلقة من أكتر من مكان. كل الشكر للزميل محمد الشاذلي، كل الشكر ليك دكتور محمد عبده، والزميلة دينا شرف. كنت معاكم النهاردة منى الشرقاوي. إن شاء الله نقابلكم بكرة في نفس الميعاد. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وحضراتكم في عزة وفي كرامة وفي شرف. نقابلكم بكرة إن شاء الله. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.